اهلا بكم كل مشاهدينا ومتابعينا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامجكم المميز دائما الاهلي الليله. الاهلي الليله النهارده حلقه خاصه جدا، حلقه خاصه جدا هنتكلم فيها عن كواليس مهمه، هنتكلم فيها عن استعدادات طبعا الفريق الاول للمواجهه المرتقبه النهائي الافريقي، النهائي الافريقي امام الترجي. كمان اكيد عايزين نقول لسيدات سله الاهلي مبروك الصعود لنهائي البطوله العربيه بعد الفوز على فريق الامل. عندنا كواليس كتير وعندنا اخبار كتير، لكن النهارده لازم نقول كل سنه وانت طيب كابتن محمود الخطيب، بمناسبه عيد ميلاده عندنا طبعا امور كتير جدا، لكن خلينا نرحب بزميلي امير هشام. مساء الخير يا امير. مساء الخير عليك يا بوب، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاهلي الليله. وزي ما انت قلت يا استاذ ايهاب، هي اكيد حلقه خاصه ومهمه جدا، وخصوصا ان احنا خلاص في العد التنازلي لمباراه النهائي امام فريق الترجي، مباراه الذهاب بالتحديد ان شاء الله في استاد برج العرب. كله مترقب هذه المباراه، المصريين بشكل عام، الاهلاويه بشكل خاص. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في المباراتين بشكل عام عشان يقدر يفوز بهذا اللقب الغالي، ومن ثم التاهل لكاس العالم. يعني البطوله اكيد وحشتنا بشكل كبير يا بوب، واكيد كمان التاهل لكاس العالم للانديه وحشنا بشكل كبير جدا. الوضع هيختلف يا امين ان شاء الله، ان شاء الله الاهلي ربنا يوفقوا ان شاء الله. التاهل لكاس العالم بقى والمشاركه في كاس العالم للانديه، يمكن انا شرفت ان كنت موجود اكتر من مره، وخاصه بقى في اليابان، وان شاء الله تكون، وكمان لما رحنا المغرب، لكن الامارات هيبقى ليها وضع مختلف طبعا. وضع اكيد كبير يا امير، وهتكون حاجه مفرحه جدا. لكن امير خليني اقول لك على حاجه، يمكن انا من متابعي الاعلام التونسي، هو اعلام محترم جدا طبعا. أكيد. خليني اقول لك ان القناه التاسعه سبور وبرنامج التاسعه سبور على نفس القناه اللي بيقدمه الاعلامي الكبير الاستاذ عادل بهلال، شخصيه محترمه جدا، بعض الاسئله وبعض الامور اللي كنا بنتولها هنا في القناه سواء انا او الكابتن سيد عبد الحفيظ، البعض حط عليها سبوت كده وقال لك يعني ربما يكون فيها بعض الامور المستفزه وبعض الامور اللي يعني فيها يعني تجاوزات شويه. ومعانا كمان الكابتن علاء ميهوب، طبعا الاعلام التونسي والاعلام المصري احنا طبعا بنقول اللي احنا يمكن بنسال اسئله عاديه خالص، ما ممكن بتبقى في بعض الامور تتفهم بشكل تاني، لكن ابدا ابدا كل الود والحب والاحترام بيننا وبين جماهير تونس الجميله، بيننا وبين جماهير الترجي العريقه، بيننا وبين كل الجماهير العربيه. لا يمكن ان تكون قناه الاهلي منبر او اشاره او فيها اي حاجه ربما تثير الاستفزاز. احنا عارفين انها مباراه نهائي افريقيا، مباراه محترمه جدا، الكل بيتمنى ان فريقه يكسب في النهايه بالروح الرياضيه، بالاحترام، بالاداء، بالاخلاق. لا يمكن ابدا يكون حاجه مقصوده تعمل اي حاجه مستفزه. انا ما اتكسفش على الهوا اقول لو صدرت اي حاجه بشكل مستفز بشكل شخصي مني، البعض شافها في تونس انها مستفزه، اكيد لازم اعتذر واقول ان انا ما بقاش قاصد الكلام ده خالص. وانا لما شفت الفيديو بصراحه لقيته فيديو عادي خالص، ولكن اذا نظر الزملاء الاعزاء في الاعلام التونسي اللي انا بكن ليهم كل احترام وتقدير على ان بعض هذه الاسئله او بعض الامور اتشالت من ساقها او اتقلب بشكل معين، اكيد اكيد ده مش مقصود، واكيد الاعلام التونسي والاعلام المصري بيمهدوا الارض بالسجاده الخضراء والحمراء الجميله علشان تبقى مباراه ممتازه، مباراه مميزه. جماهير الاهلي فوق الراس، جماهير الترجي فوق الراس، الاعلام المصري والتونسي يد واحده في هذه المباراه يا امير عشان تعدي لبر السلامه. طبعا اكيد الشعب التونسي شعب محترم جدا، انا عن نفسي واكيد انت كمان يا استاذ ايهاب سافرت تونس اكتر من مره، وشفنا يعني الحفاوه الكبيره اللي الواحد بيستقبل بيها هناك في تونس، والتعامل الجيد جدا من كل التوانسه، تحديد كمان نادي الترجي، نادي كبير جدا في افريقيا، وكلنا عارفين مش محتاجين ان احنا نتكلم طبعاً. على فريق كبير جدا زي الترجي وجمهوره العظيم، فبالتالي اكيد ما فيش اي استفزازات، هي كلها يعني بعض الامور الحماسيه شويه، كل واحد متحيز للفريق اللي بيشجعه وللبلد اللي بينتمي ليها، فبالتالي نتمنى التوفيق للفرقتين ان شاء الله. احنا بالنسبه لنا نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، يكون موفق في احراز اللقب. في المقابل التوانسه وفي جمهور الترجي بالتحديد بيتمنوا اكيد فوز الترجي، ان شاء الله الافضل يكون النادي الاهلي، وان شاء الله هو اللي يكون موفق في الفوز بهذا اللقب يا استاذ ايهاب. طيب خلينا نقول فقرات البرنامج النهارده وبرنامج او حلقه الاهلي الليله. الفقره الاولى هتكون مع زميلي العزيز استاذ ايهاب الخطيب، واللي هستضيف فيها الكابتن محمد حشيش طبعا للحديث عن المباراه. خلاص ما اعتقدش ان هيكون في حديث اخر عن مباراه الاهلي والترجي التونسي على مدار ال 10 ايام او الاسبوعين كلهم الجايين بما فيهم المباراه الاولى والمباراه الثانيه، فاكيد هيكون حديث باستفاضه. نفس الموضوع ايضا هكون معاكم
فقره حواريه اخرى مع الكابتن امير عبد الحميد نجم النادي الاهلي السابق وحارس مرمى النادي الاهلي السابق، وهتكون ايضا فقره مهمه ومميزه جدا. الفقره الاخيره ان شاء الله هتكون مع زميلي العزيز عمر ربيع ياسين وفقره الكره العالميه. لكن في بعض الاخبار بقى يا بوب كده قبل ما نروح للفقرات بتاعت حلقه النهارده، هي خاصه بالفريق الاول. استاذنك طبعا يا امير، طبعا اكيد هنستمتع بالفقره الخاصه بتاعتك امير وامير النهارده، تبقى فقره مميزه جدا واكيد هنستمتع باخبار كتير. لكن خلينا ناخد تليفون مهم من الكابتن ايهاب الالفي المدير الفني لسيدات سله النادي الاهلي، ونقول له مبروك كابتن ايهاب الصعود لنهائي البطوله العربيه بعد الفوز على فريق الامل التونسي في مباراه صعبه جدا 108-99، مباراه جديده يا كابتن وصعبه، لكن مبروك لحضرتك ومبروك للفريق. الله يبارك فيك يا كابتن ايهاب، ربنا يخليك. الحمد لله رب العالمين. كابتن، مباراة قوية جدا، مباراة النادي الأهلي التقدم الكبير اللي كان 22-19، بعدها كده لقينا الأمور بتمشي 54-53 لفريق الأمل التونسي، بعدها ثلاثيات بقى يعني رنا عبد الظاهر عدلت الموقف شوية، بعدها لقينا الأمور وصلت ل 75-73 للفريق التونسي، وكانت الأمور على وشك النهاية وكانت الأمور صعبة جدا، إلى أن النادي الأهلي في النهاية استطاع إنه يعني يحسم هذه المباراة 108-99 بوجود لاعب رقم واحد جمهوري النادي الأهلي الكبير اللي كان مؤازر النهاردة. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني مباراة كبيرة، سكور كبير جدا جدا بالنسبة للبنات عامة، يعني كباسكت بول البنات، يعني ان يخلص اوفر تايم 108-99 ده سكور ولاد، يعني طبعا سكور بنات خالص. الحمد لله البنات كنا نازلين مركزين في الاول، خلاص الفتره الاولانيه الحمد لله احنا كسبانين في الاوف تايم كسبانين. جينا في الكوارتر الثالث لعبناه وحش، والكوارتر الثالث اللي خسرناه وهم كسبونا فيه 8 بونت، فبقى الفرق دي بونت. بدانا الرابع احسن شويه، تعبتنا شويه الاخطاء فاولاتنا كتير جدا، الحكم صفر علينا كتير جدا، فكانت فاولاتنا كبيره اثرت علينا. انا بحيي بس البنات مجملا كابتن ايهاب ان في الاخر خالص كان باقي 54 ثانيه واحنا متاخرين 5 بوينتس، ايه البنات روحهم بقى واصرارهم، وفعلا دي روح النادي الاهلي، وده يعني حاجه في الجينات. في التايم اوت باقي 54 ثانيه، على الورق الجيم رايح للامل التونسي، الحمد لله ضغطنا من اول الملعب، الاول جبنا طلبنا التايم اوت جبنا التري بوينت بتاعت سرايا، بقى الفرق باسكت، ضغطنا تاني نوره خدت الكره من الاوت سايد ما عداش ثانيه، عملنا الدرو الحمد لله. رحنا بعد كده هم جالوا بقى اخر تراي في ايدينا، سرايا دخلت ما توفقتش، جينا بقى للاكسترا تايم، هلا بتلعب وهي مصابه بحييها وطلعت 5 فاول، المحترف عندها شد في الخلفيه، سرايا عندها شد في الخلفيه، هل بتلعب وهي مصابه، لكن اصرارهم وروح النادي الاهلي فعلا والله، وجمهور النادي الاهلي الكبير اللي من اول ثانيه لاخر ثانيه كان فعلا هو كلمه السر اللي ادى الحماس والروح للبنات، ان احنا نقدر نلعب الخمس دقايق بقى بتركيز ونرجع ندافع الديفنس اللي عملناه في الكوارتر الاولاني والثاني تحديدا. الحمد لله نتوفق ونكسب ونوصل فاينل بالظروف اللي انا بحكي عليها دي. انا بحيي البنات جدا وبشكرهم والحمد لله. انا طبعا ما اكذبش عليك يا كابتن، وانا جاي في العربيه كنت بسمع اجزاء منه في الاذاعه، جاني قلق شويه، يعني جالي قلق شويه يعني لما كانت لبنات 55-53 و54، وبعدين جالي قلق اكتر لما كانت لبنات 75-73 لصالح الامل وخلاص والامور يعني والبنات لعبه مباراه مميزه جدا، يعني 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 عايز اقول كلمه، يعني بنات رجاله، يعني يعني هو فعلا يعني يعني فعلا بنات رجاله. انا سامع الحماس، ومهما اشكر حضرتك او جمهور النادي الاهلي، لان برضو يعني يعني المعلق كان في الاذاعه بيتكلم على حماس حضرتك وصوتك العالي في الملعب للاعبتك وجمهور النادي الاهلي الكبير جدا اللي بأزر الفرقه بشكل كبير، مباراه كبيره جدا جدا واجهاد كبير جدا للاعبين قبل النهائي ان شاء الله، لا هيكون فيه يعني الفائز من بطل لبنان وبطل الاردن. هو ده اللي قلقني بس هو الاجهاد وكميه الاصابات والشد اللي موجوده، لكن برضو كالعاده الاهلي بمن حضر، والبنات دي بنات رجاله وان شاء الله كلهم هيلعبوا ان شاء الله، ولو قدر الله الدكتور هيقول هيشوف ثريا وهلا دلوقتي لو قرر ان هم ما يلعبوش
بكره ان شاء الله برضو الاهلي بنحضر وجمهورنا ورانا، وان شاء الله هنفايت ونقاتل باذن الله ان البطوله ان شاء الله تبقى موجوده في مصر وموجوده في النادي الاهلي الاخر نفس ان شاء الله، ان البنات دي تعبت وتستحق باشاده كل الناس اللي موجوده. كابتن هبه احنا بنلعب بمحترفه واحده، ما بقولش اعذار ولا حاجه، بتلعب بمحترفه واحده، ده منتخب تونس مش نادي الامل، في ست بنات من منتخب تونس معاهم اثنين اجانب على اعلى صناعة الالعاب في الفريق، صناعة الالعاب في المنتخب، الاثنين الاجانب عاليين، البنت الكينية اللي في فريق الامل عالية جدا وبتأدي وتعبتنا كتير النهارده. جدا جدا جابت 40 بونت النهارده، سكور عالي جدا. في المقابل ثريا ربنا يحميها النهارده جابت برضه 40 بونت. طبعا. ان شاء الله بكره النادي الاهلي يكون حاضر ان شاء الله في الاستناب، ودعوات الجمهور ان شاء الله لبكره يكون البنات في حالتهم ان شاء الله يا كابتن بفضل الله ان شاء الله عشان نرجع. عشان كده سالت حضرتك المجهود اللي اتعمل النهارده ويبقى على طول ثاني يوم النهائي، مجهود صعب جدا وكبير جدا، وطبعا زي ما انت بتقول سكور ولاد، يعني اذا كان ده سكور ولاد فده بقى سكور رجاله بنات الاهلي اللي ادوا بشكل رائع جدا. اشكرك كابتن ايهاب وربنا معاكم، شدوا حيلكم طبعا في الساعات اللي جايه، وان شاء الله تكون نجمات النادي الاهلي ان شاء الله بخير، ويقدروا يلعبوا المباراه النهائيه بعد ماراثون كبير جدا مع فريق الامل التونسي اللي فعلا هو يكون الركيزه الاساسيه للمنتخب التونسي، وكمان اثنين من المحترفات بيأدي بشكل كبير جدا. قلت لكم المباراه راحت وجت في الدقائق الاخيره، لكن بنات النادي الاهلي سيدات النادي الاهلي قدروا يحسموها وقدروا يتاهلوا للنهائي. بكره بقى ان شاء الله التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. وعايز اكرر تاني الجمهور اللي كان موجود النهارده، اللي انا سامع صوته وانا مشغل اذاعه وانا جاي، حاجه تفرح، جمهور بيشجع فعلا، جمهور النادي الاهلي حرك الصخر وحرك الفريق النهارده. امير اكيد مبروك لو هتعقب طبعا على المباراه دي وعلى سيدات النادي الاهلي قبل ما نسمع طبعا الاخبار. طبعا مبروك لسيدات كره السله في النادي الاهلي وكابتن ايهاب الالف اللي بصراحه بيقوم بمجهودات كبيره جدا على مدار الفترات اللي فاتت والسنوات الماضيه مع الفريق الاول سيدات لكره السله بالنادي الاهلي، وبصراحه بيحققوا كافه البطولات تقريبا، يعني السنه اللي فاتت على ما اتذكر يعني ما خسروش ولا بطوله، لو خسروا هيكون بطوله واحده. مشوارهم بشكل جيد جدا، وكابتن ايهاب الالف كمان من المدربين الكبار، وكمان بشره خير ان هم يفوزوا على فريق تونسي النهارده، ان شاء الله تكون بشره خير للفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي يا استاذ ايهاب عشان نرجع هذا اللقب الغالي لدولاب بطولات النادي الاهلي. طيب نتكلم عن اخبار الفريق بقى الاول لكره القدم، واكيد كل جمهور النادي الاهلي في هذه اللحظات عايز يعرف اخر اخبار الفريق من ناحيه الاصابات، الاستعدادات، ان خلاص المباراه يوم الجمعه، يعني بكره وبعده وبعد كده يوم الجمعه خلاص الاعصاب ابتدت تتشد شويه. ربنا يكرم النادي الاهلي ان شاء الله. نبتدي بمحمد الشناوي. محمد الشناوي طبعا في مباراه الوصل اول امبارح كان جاله زي كدمه كده في فخذ رجله، فبالتالي ما قدرش ان هو يكمل المباراه، بالتالي نزل شريف اكرامي علشان يستكمل هذا اللقاء. النهارده خلاص الشناوي بيشارك في التدريبات بشكل جيد جدا، التدريبات الجماعيه اصبح جاهز بشكل كبير جدا لخوض هذا اللقاء ان شاء الله يوم الجمعه القادم يا استاذ ايهاب. بالتالي انا بس في نقطه عايز اعلق عليها وهي خاصه بحراسه المرمى في النادي الاهلي، سواء الشناوي او شريف اكرامي اللي هيلعب هذه المباراه، يعني كلنا ثقه اكيد في قدرات الحارسين بشكل كبير، عندهم خبرات كبيره، شريف اكرامي حقق بطوله افريقيا اكتر من مره مع النادي الاهلي قبل كده، الشناوي بقى اصبح عنده خبرات كمان افريقيه كبيره جدا وشارك مع المنتخب في كاس العالم. انا بس اللي مش عاجبني شويه حته الانتقاد خلال امبارح واول من ساعه مباراه الوصل، مش وقت انتقاد خالص، لازم نركز مع الفريق نحمسهم بشكل كبير جدا، وكلنا ثقه اكيد في كل العناصر المتواجده في قائمه النادي الاهلي الافريقي ان هم ان شاء الله يجيبوا لنا اللقب ده يا استاذ ايهاب. شوف يا امير الحديث في الحته دي طبعا مختلط، بس بحقيقة اللي انت اتكلمت في النقطه دي لان البعض شايف ان القصه كارتلون ليه ما لعبش بالاساسيين بالظبط، طب ادى لعيبه برده يعني عايز يشوفها اداها اكتر، طب ليه ما كان يلعب بالاساسيين، طب ليه لعب الشناوي وهو مصاب، طب ده شريف اكرام نزل مش جاهز، هتسمع كلام كتير جدا، لكن هي كلمتك اللي انت قلتها بشكل مميز جدا وبشكل واقعي ان لازم الهدوء خالص في الفتره دي بالزبط. ساعات يعني ساعات وايام، يعني هو اسبوع فاصل في نهائي افريقيا امام الترجي المنتشي الفائز على اول اغسطس الانجولي في مباراه كبيره جدا على ملعبه، وان المباراه القادمه يوم الجمعه في برج العرب مباراه كبيره قوي امير، ومباراه تقيله جدا ومباراه قويه جدا. حراسه المرمى بلا شك بلا شك النادي الاهلي يمتلك افضل اثنين حراس مرمى في مصر،
والدليل ان هما الاثنين كانوا موجودين في كاس العالم واثنين حراس كبار، شناوي اللي حرس عرين المنتخب المصري في كاس العالم، واكرام الحارس المتالق دائما لما يكون حارس المرمى بعيد شويه عن المشاركه واي لاعب حسيت المباراه دي شكل تاني، حسيت المباراه وحساسيه المرمى وحساسيه اللعب في المباريات بتختلف كتير جدا، وبالتالي لازم يبقى فيه عذر للعيبه اللي بتقعد شويه وبتشارك شويه، ولكن ايضا في مسؤوليه كبيره على اللاعبين، ولكن في النهايه امير اثنين حراس مرمى كبار جدا ايا كان فيهم مين اللي هيقف في المباراة الهامة جدا، هما الاثنين يستحقوا انهم يحرسوا عرين النادي الاهلي طبعا. لكن الشناوي انا بطمنك هو سليم وهيكون جاهز للمباراة، كمان كابتن سعد سمير سليم واسلام محارب سليم، وان شاء الله ان شاء الله يكون الكابتن احمد فتحي ان شاء الله قادر انه يشارك في هذه المباراه. هيبقى قادر ان شاء الله، الاصابه بتاعته بسيطه جدا ان شاء الله هيقدر ان هو يشارك في هذه المباراه، هو احد العناصر الخبره بتحديد النادي الاهلي محتاجها، وكمان قدراته الفنيه عاليه جدا، يعني احمد فتحي مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، فبالتالي ان شاء الله القائمه كلها تعتبر مكتمله فيما عدا جونيور اجاييه وعلي معلول الاصابات الطويله بالنسبه لهم. لكن بمناسبه الترجي يا استاذ ايهاب، وميزه مهمه جدا ان مباراتي النهائي هيكونوا بالفار، لان احنا بعد يعني انا شخصيا اتفرجت على مباراه الترجي الاخيره امام فريق اول اغسطس الانجولي، ويمكن اتلغى الفريق اول اغسطس هدف صحيح 100% بالزبط. كان كافي جدا ان هو يأهلهم للمباراه النهائيه، فالتحكيم الافريقي دايما بيبقى فيه مشاكل، فميزه كبيره جدا ان مباراتي النهائي يكونوا بتقنيه الفار عشان يعني يبقى فيه عدل كبير جدا للفرقتين، يعني هتكون عليا وعليك، فبالتالي ان شاء الله هتكون خطوه مهمه جدا في المباراتين دول يا استاذ. هي حاجه مطمئنه طبعا، وان تبقى تقنيه الفار في النهائي يا امير دي حاجه كويسه بصراحه، ودي حاجه بتبعث طمانينه. انا كل ما اتمناه ان شاء الله ان شاء الله ان الفريق في مباراه الجمعه يكون يعني يكون في يومه وتكون مباراته، لان انا اشعر ان شاء الله ان النهائي يحسم من المباراه الاولى، ولازم عندنا صعبه شويه حذر. لا خالص بالعكس، يعني طبعا لازم نقول ان الترجي فرقه محترمه، لازم نقول ان الترجي اختلف تماما عن بدايته للبطوله، نقول هو مفنش كويس قوي في الدور قبل النهائي امام بطل انجولا، عامل مباراه تاريخيه على ملعبه، الفوز برباعيه 4-2، يعني بطل انجولا بيحرز، الترجي بيحرز هدفين، يرجع بطل انجولا يتعادل، المباراه خلاص خرجت تماما وبعدت عن الحيز اللي المفروض يكون الكره فيه، خلصت وانتهت والمباراه، يرجع تاني الترجي في مباراه انا عايز اقول لك يعني من افضل مباريات الترجي التونسي في البطوله بالزبط. هذا الموسم بترجع له امل كبير جدا وبتدي الجمهور ثقه كبيره جدا، فبالتالي طبعا منافسه قويه جدا، لكن انا بقول لك ان شاء الله على استاد وملعب برج العرب يوم الجمعه بحضور جماهير النادي الاهلي، وحط تحت كلمة أكيد جماهير أكيد. النادي الأهلي يا أمير 50 خط هيبقى ليها شكل تاني طبعا. وخليني برضه أقول لك أنقلك برضه من حراسة المرمى عندنا لحراسة المرمى في الترجي، والشعباني بيختار حارس الترجي أمام الأهلي. قصة حراسة المرمى هناك مقلقة جدا، سواء كان رامي الجريدي أو كان معز بن شريفية، الأمور تختلف طبعا، كلنا عارفين أن معز بن شريفية هو الحارس الأساسي اللي كان بيقف على طوله، لكن رامي الجريدي أخذ الفترة اللي فاتت، لكن كان عنده سوء حظ في بعض الكرات، إدى معز بن شريفية في مباراة الدوري اللي فاتت رغم أن فرقته فازت بشكل كبير، إنما رجع تاني يعني النهاردة كده بيدي الأمل والثقة لرامي الجريدي، ويبدو أن رامي الجريدي هو اللي يقف المباراة. أكيد برضه هم حراس كبار، واكيد برضو في كل فرقه فيها بعض المناطق كده اللي اكيد المنافس شايفها بشكل كبير، لكن خلاص يا امير قفلت قوي وضاقت قوي، وكل فرقه متشافه بالمزوره، كل فرقه متشافه خلاص النهارده بقتش يعني النهارده عايز تشوف الترجي هتجيب الماتشين بتوع بطل انجولا وهتجيب اخر مباراته في الدوري، نفس القصه هتجيب مباراته فاقس طفل النادي الاهلي ومباراته الاخيره طبعا في الدوله وفي البطوله العربيه، هتشوف طبعا الشكل العام. يبقى التوفيق ويبقى ان شاء الله
مستر كارترون كده واللعيبه يكونوا في امهم وربنا يوفقهم ان شاء الله. هو بصراحه رامي الجريدي في المباراه الاخيره بالتحديد امام فريق اول اغسطس يعني كان غلط اكتر من غلطه، وكان منهم غلطات اهداف، وبالتحديد كمان الهدف اللي ما اتحسبش كانت غلطته برده، فما كانش موفق خالص. فدي حاجه كبيره جدا بالنسبه له ان هم يدوا له الثقه مره اخرى الجهاز الفني بالنسبه لفريق الترجي ان هو يلعب المباراه النهائيه. نتمنى ان شاء الله ان هي تكون مباراه كبيره، وبالتحديد ان شاء الله للنادي الاهلي. طيب نكمل بقيه اخبار الفريق. اتفضل يا باشا. بالتحديد نتكلم عن هشام محمد ومحمد هاني اللي بيأدوا جلسات استشفائيه على هامش مران الاهلي، يمكن عندهم بعض الاجهاد كده خلال الفتره اللي فاتت، وكان عندهم تدريبات استشفائيه في الجيم. يمكن الاثنين لاعبين ايضا مهمين سواء هيكونوا اساسي او احتياطي، الاثنين عندهم قدرات كبيره جدا وان شاء الله يكونوا اضافه للفريق على حسب الاحتياجات الفنيه لمستر باتريس كارترون والكابتن محمد يوسف في هذه المباراه او في مجموع المباراتين بشكل عام. احمد فتحي زي ما قلنا خلاص بيكتفي بتدريبات بدنيه واستشفائيه من مران الاهلي، واكيد شيء مهم جدا ان شاء الله ان احمد فتحي يكون لائق 100% لخوض المباراه لانه عنصر مهم جدا زي ما قلنا. طبعا من ضمن الاخبار ايضا المهمه يا استاذ ايهاب وهي خاصه بالشيف الدالي محمد الدالي اللي هيكون متواجد مع النادي الاهلي في تونس. هو دايما بيكون متواجد مع الفريق علشان يشيل كل العقبات الخاصه بالطعام. الطعام هناك مش وحش على فكره، لكن دايما اللاعبين بيبقى ليهم وجبات معينه وامور خاصه بيهم بالتنسيق طبعا مع الاستاذ او الدكتور هاني وهبه اخصائي التغذيه بالنادي الاهلي، فاكيد ده شيء مهم. وبالمناسبه شيف محمد الدالي دايما بيبقى وشه حلو، يعني لما كنا بنسافر قبل كده كذا مره الراجل كان بيبقى موجود والاهلي كان بيفوز. لك ان شاء الله وشه حلو ولا اكله حلو؟ الاثنين. لا شكله بتوصى بيك يا لا لا ان شاء الله. لا شيف محمد الدالي لا لا حاجه يعني طبعا راجل محترم جدا، وعايز اقول لك حاجه وشه حلو واكله حلو. اه دي حقيقه بصراحه. الراجل ان شاء الله يكون وشه حلو على النادي الاهلي ويقدر الفريق ان هو يرجع من رادس هناك بالفوز. بمناسبه رادس يعني النغمه بتاعت ان النادي الاهلي يا استاذ ايهاب دايما بيفوز هناك والنادي الاهلي موفق مش شرط. خلينا اقول لك ان فريق الترجي التونسي اخر مره وصل لنهائي بطوله دوري ابطال افريقيا كان 2012 قدام النادي الاهلي، والنادي الاهلي قدر ان هو يفوز في المباراه دي بنتيجه 2-1. كانت مباراه العوده بعد ما تعادلنا 1-1 في برج العرب، جده وليد سليمان جابوا لنا جونين. وبالتالي ده كانت اخر مره يوصل فيها فريق الترجي للمباراه النهائيه، من ساعتها دي اول مره يوصلوا بعد هذا النهائي وايضا امام النادي الاهلي، فبالتالي هيكون عندهم دوافع وحوافز كبيره جدا المره دي ان هم يفوزوا على النادي الاهلي ويكسروا عقده ان النادي الاهلي بيكسب في رادس. فمش عايزين نتفائل بالجزئيه دي، عايزين نركز ان الاهم ان شاء الله الفريق في مجموع المباراتين يقدر ان هو يحقق بطوله دوري ابطال افريقيا، وده الهدف الاساسي والمهم والاسمى لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. الوضع طبعا مختلف يا امير طبعاً. لان طبعا جماهير النادي الاهلي عندها استاذ برجاوي بصراحه جاب لنا الاهداف اهي يا استاذ ايهاب. آه. مباراه تاريخيه طبعا، مباراه تاريخيه ومباراه كبيره. انا بقى كنت محظوظ كنت في الملعب. اه ما انا كنت موجود برضو لو تفتكر في الملعب وحاجه طبعا يعني مش عايز اقول لك. اجواء كانت تحفه بصراحه قويه. وكنت بيني وبينك يعني متراهن مع زميلنا هيثم الرشدي وكنا عاملين بس مشترك كده. وقلت له طبعا يا هيثم بص انا يعني خدها مني خدها مني كلمه، احنا يعني الماتش الاهلي النهارده رغم ان كان في لعيبه كبار في المباراه دي قاعدين على الدكه، لكن الهدف ده تحديدا تحديدا هدف كان يعني قاتل. وعايز اقول لك كانت مباراه كبيره جدا بالزبط. استاذ حمدي عمل فيها مباراه رائعه جدا وادى بشكل كويس، كل اللعيبه ادت. احمد شديد ناس لعيبه. لا بس في لعيب بالتحديد يا استاذ ايهاب في المباراه دي ما ينفعش ننساه خالص، حسام غالي. ده كان يعني من افضل مباريات في تاريخ حسام غالي الماتش ده. مفيش مباراه اداها حسام غالي ما تقدرش تقول عليه انه كان رجل المباراه طبعا، لكن هذه المباراه تحديدا يمكن تكمل الحديث على حسام غالي على الكابتانه بشكل كبير جدا. اعلام التونسي اتكلم بيه، كابتن طارق دياب اتكلم بشكل كبير جدا وقال واحد من افضل اللاعبين، لكن قال جمله كبيره جدا تفكرتني بيها. قال صعب جدا صعب جدا انك في مباراه وفي يوم واحد بتلاقي 11 لاعب عندك في يومهم بالظبط. قال كده بالظبط. قال ان ال 11 لاعب بتوع النادي الاهلي في هذه المباراه كانوا في يومهم وادوا بشكل كبير. ان شاء الله يوم 2/11 يوم 9/11 لعيبه النادي الاهلي تكون في يومها يا امير يا رب ان شاء الله. من ضمن الاخبار ايضا خاصه بفريق الترجي ان هو خلاص هيوصل بكره المطار برج العرب عشان يبتدي استعداداته او يستكمل استعداداته لمباراه الذهاب امام النادي الاهلي ان شاء الله يوم 2 ويوم الجمعه بالتحديد. هيوصلوا هيكون عندهم تدريبين على الملعب الرئيسي لاستاد برج العرب حسب لوائح طبعا الكاف، واكيد هتكون استعدادات مهمه جدا لكلا الفرقتين ان شاء
الله ان شاء الله دعوات كل المصريين مش الاهلاويه بس ان النادي الاهلي يكون موفق في هذا اللقاء وان شاء الله يقدر ان هو يحقق نتيجه مريحه. يمكن الموضوع ممكن يكون صعب شويه لان الفرقتين طبعا كبار ومواجهات شمال افريقيا دايما بتمتاز بالقوه والنديه خصوصا ان انت بتلعب فريق كبير جدا بحجم نادي الترجي التونسي، لكن ان شاء الله فريق النادي الاهلي يكون موفق يقدر ان هو يحرز اهداف تريحنا شويه. انا اتمنى عن نفسي يا بوب 2-0 يبقى حلو مش وحش، ومباراه العوده ان شاء الله نبقى نتعامل معاها حتى لو 1-0 اهم حاجه ما يجيش فينا هدف يا استاذ ايهاب. تتفق معايا؟ انا عمري ما اختلف معاك على حاجه، انت عارف انا بحبك قد ايه. انت حبيبي يا بوب والله، ودايما على فكره رايك بتبقى حلوه دايما يا امير وبتعجبني، وانا على خلي بالك لو انت مبسوط قراراتي اللي انت بتبقى معانا ببقى مبسوط 24 قرار. انا ببقى مبسوط دايما ان انا موجود معاك، دي اضافه ليا بصراحه. لا ربنا يخليك، بالعكس انت 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 اضافه للقناه كبيره جدا. لكن يا امير هي الماتشات دي تمشي بظروفها بالظبط، يعني تمشي بظروفها وحسب خط سيرها. ان شاء الله النادي الاهلي يطلع بالنتيجه اللي تساعده في المباراه الختاميه انه ان شاء الله يستعيد الكاس الافريقيه الغاليه الغايبه طبعا بعد سيناريو يعني حزين الموسم الماضي وخروج النادي الاهلي. خليني اقول لك ان كل الامور اللي حصلت الموسم اللي فات السنه دي مش شايفينها الحمد لله. كابتن محمد يوسف عامل شغل على اعلى مستوى في الجانب الاداري، وقبله كمان عامل شغل كبير جدا على الجانب الفني مع جهازه طبعا مع مستر باتريس كارترون مقدين بشكل كويس جدا. ايا كانت النتيجه جمهور النادي الاهلي في برج العرب بيشجع 90 دقيقه بشكل مثالي يا امير، وبيؤدي بشكل كويس ايا كانت النتيجه تعادل ايا كانت النتيجه فوز للنادي الاهلي. كلنا ثقه في النادي الاهلي انه ان شاء الله ان شاء الله البطوله دي بتاعته، وان شاء الله متمسك بالبطوله، وكل التوفيق لفريق النادي الاهلي خاصه في المواجهه الاولى. امين يا رب يا رب ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بدايه من مباراه يوم الجمعه ان شاء الله نكون موفقين ونحرز اهداف تكون مميزه واضافه وتدي اريحيه ان شاء الله للنادي الاهلي في مباراه العوده. كل التوفيق في مجموعه المباراتين وان شاء الله الفريق يقدر يحرز هذا اللقب الغالي. طيب سريعا بقى بعد الفصل ان شاء الله هنبتدي الفقره الحواريه الاولى بحلقه برنامج الاهلي الليله النهارده مع زميلي العزيز استاذ ايهاب الخطيب، واللي هستضيف فيها طبعا كابتن كبير كابتن محمد حشيش للحديث بشكل مفصل عن مباراه الذهاب ما بين الاهلي والترجي. استنونا بعد الفصل. اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه في برنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. لقاء الكبار، لقاء النهائي الافريقي، لقاء العروسه الافريقيه التي تتزين في انتظار العريس. الاهلي المصري الفريق الكبير والعريق، والترجي التونسي الفريق الكبير والعريق. فرقتين عارفين بعض بشكل كويس، جماهيرهم بتحترم بعض. خلينا اقول لكم ان العلاقه المحترمه اللي بين الفرقتين بجماهيرهم علاقه تدرس، علاقه تدرس. علاقه لما يبقى جماهير الاهلي بتستضيف جماهير الترجي في بيوتها، ونفس القصه جماهير الترجي بتستضيف جماهير الاهلي في بيوتها، والاعلاميين بقى التوانسه والمصريين، والعلاقه المحترمه اللي بين الناس كلها، ودايما تحس ان كل واحد عايز فرقته تكسب باحترام وعلى استحياء من غير ما يزعل التاني. لكنها مباراة كرة قدم بين أشقاء، بين فرقتين كبار جدا. يكفي أن نهائي البطولة الأفريقية هو نهائي عربي خالص، والأجمل أنه بين فرقتين كبار جدا هيمتعونا وهنستمتع بيهم، وأكيد بنتمنى الفوز والتوفيق للنادي الأهلي. ولا فقراتنا الحوارية مع نجم كبير من نجوم الكرة المصرية، وهو لاعب لباع كبير قوي في المباريات دي وليه ذكريات كبيره جدا في الشمال الافريقي، نجم الكره المصريه ونجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد حشيش. مشرفنا منورنا. ازيك يا هاب؟ عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله، ربنا يخليك. الحمد لله. بدون مقدمات، هي مباراه كبيره، مباراه عنوانها الاحترام المتبادل بين الفرقتين وبين الجماهير. خلاص الفرقتين ماراثون كبير بيصدى الستار، شوط اول في القاهره 2/11 الجمعه الجايه، وبعدها يوم 9/11 شوط ثاني، وعلاقه خاصه بين الفرقتين لكنها المنافسه والبطوله الافريقيه. التاريخ بيعيد نفسه اكتر من مره.
اهلا بكم من جديد كل متابعينا ومشاهدينا على شاشه قناه النادي الاهلي، واولى فقراتنا الحواريه في برنامجكم المميز دائما الاهلي ليله. لقاء الكبار، لقاء النهائي الافريقي، لقاء العروسه الافريقيه التي تتزين في انتظار العريس. الاهلي المصري الفريق الكبير والعريق، والترجي التونسي الفريق الكبير والعريق. فرقتين عارفين بعض بشكل كويس، جماهيرهم بتحترم بعض. خلينا اقول لكم ان العلاقه المحترمه اللي بين الفرقتين بجماهيرهم علاقه تدرس. علاقه لما يبقى جماهير الاهلي بتستضيف جماهير الترجي في بيوتها، ونفس القصه جماهير الترجي بتستضيف جماهير الاهلي في بيوتها، والاعلاميين بقى التوانسه والمصريين، والعلاقه المحترمه اللي بين الناس كلها، ودايما تحس ان كل واحد عايز فرقته تكسب باحترام وعلى استحياء من غير ما يزعل التاني. لكنها مباراة كرة قدم بين أشقاء، بين فرقتين كبار جدا. يكفي أن نهائي البطولة الأفريقية هو نهائي عربي خالص، والأجمل أنه بين فرقتين كبار جدا هيمتعونا وهنستمتع بيهم، وأكيد بنتمنى الفوز والتوفيق للنادي الأهلي. ولا فقراتنا الحوارية مع نجم كبير من نجوم الكرة المصرية، وهو لاعب لباع كبير قوي في المباريات دي، وليه ذكريات كبيره جدا في الشمال الافريقي، نجم الكره المصريه ونجم النادي الاهلي السابق كابتن محمد حشيش. مشرفنا منورنا. ازيك يا هاب؟ عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله ربنا يخليك. الحمد لله. بدون مقدمات، هي مباراه كبيره، مباراه عنوانها الاحترام المتبادل. صحيح. بين الفرقتين وبين الجماهير. خلاص الفرقتين ماراثون كبير بيصدى الستار. شوط اول في القاهره 2/11 الجمعه الجايه، وبعدها يوم 9/11 شوط ثاني، وعلاقه خاصه بين الفرقتين لكنها المنافسه والبطوله الافريقيه. التاريخ بيعيد نفسه اكتر من مره، يمكن اكتر نهائيات دلوقتي افريقيا ما بين اهلي وترجي، اكبر فرق القاره تاريخ وقدم، بيضموا عدد كبير جدا من النجوم على مدار السنين كلها اللي فاتت او القرن اللي فات. دايما منتخبات مصر وتونس بيبقى القوام الرئيسي منها اهلي وترجي. اهلي اكبر شعبيه في مصر، ترجي اكبر شعبيه في تونس. ده اكبر بطولات وده اكبر عدد من البطولات، في تشابه كبير جدا بين الفرقتين. جمهور التونسي دلوقتي طبعا العلاقات جميله جدا مع الجمهور الاهلاوي. النادي الاهلي بقى ما جمهوره بيروح هناك ما بقاش حاسس انه غريب. شفنا كذا مره الجمهور النادي الاهلي بيحضر النهائي هناك، والنادي الاهلي بيفوز بالبطوله في جو بيبقى جميل جدا، ما فيش اي حاجه يعني تطلع خارج النص زي ما بيقولوا. جمهور التونسي بيبقى طبعا زعلان على فريقه الترجي، انما بيحيي فرقه النادي الاهلي وعارف انها فرقه قويه وفرقه كبيره. الفرقتين جادرين ان هم يحصلوا على البطوله. البطوله غايبه عن الاثنين بقالها فتره. ان شاء الله يبقى مباراه كبيره ومباراه قويه، وتبقى مهرجان كبير للكره، كره شمال افريقيا، وان شاء الله باذن الله يكون المكسب للنادي الاهلي. ان شاء الله. يكفي ان النهائي عربي خالص بين النادي الاهلي المصري والترجي التونسي، وهي مباراه كبيره بالفعل. اثنين فرقتين كبار، اثنين متشابهين بشكل كبير، حتى اذا كان في بعض الامور في المناطق الدفاعيه، واذا كان في تفوق في الناحيه الهجوميه، الفرقتين مشتركين فيهم. لكن مباراه الوصل في البطوله العربيه، وتعادل الاهلي ايجابيا مع فريق الامارات المحترم. قبل هذه المباراه شفت هذه المباراه ازاي؟ بص، ده يعني انا شايف النادي الاهلي بيعمل اعجاز خلال الفتره اللي فاتت. اعجاز خلال الفتره اللي فاتت. يعني الناس بتطلع تقول اصل الاهلي تعادل مع الوصل، واصل الاهلي كذا، والمستوى مش المستوى. يا جماعه ما فيش مستوى فني ممكن يكون عالي في ظل اجهاد كبير للعيبه. اللعيبه لما يكون مجهد يا اهاب في الملعب استحاله يطلع اللي عنده. النادي الاهلي لعبته بصراحة الفترة الأخرانية أنا مشفق عليهم ومشفق على الجهاز الفني. يمكن المرة اللي فاتت كنا في استوديو التحليلي قبل مباراة الوسط، قلت أنا يا جماعة أتمنى أن مباراة الوسط كانت تتأجل، لأن مهما بتعمل استشفاء اللعيبة الفترة قليلة جدا طبعا. لغاية النهائي ده بيحتاج
ظروف خاصة بالنسبة للعيبة، نوع كبير من التركيز، استعداد أقصى. ده نهائي إفريقيا، حلم نهائي إفريقيا بتطلع منه على مونديال الأندية، حاجة كبيرة جدا طبعًا. وحلم كبير طبعًا. جدا لثلاث أرباع لعيبة النادي الأهلي اللي موجودين حاليا ما لعبوش في مونديال الأندية قبل كده، غايب بقاله فترة كبيرة. المباراة النهائي مع خصم عنيد وخصم كبير جدا، منافس قوي بصراحة، ومنافس قوي. مش كل مرة أنت هتروح تاخد البطولة وتمشي يعني مزبوط. أكيد كل مرة طبعا بتبقى الظروف بتحالفك والتوفيق بيحالفك وانت بتبقى جدير بكده، بس مش كل مرة ممكن يحصل الكلام ده بالزبط. انت داخل على نهائي صعب، والمباراة التانية الختامية هتبقى جوه تونس وفي وسط الأجواء التونسية والجمهور التونسي، فمباراة صعبة جدا لازم يبقى لها استعداد من دلوقتي، والاستعداد هيبقى من خلال المباراة طبعا الأولانية هنتكلم عليها فيما بعد. لو جينا لمباراة الوصل، لعيبة كتيرة زي ما بيقولوا احنا غيرنا وريحنا بعض الناس، مثلا زي وليد سليمان ووليد أزار وسعد سمير، انما طب ما هو الباقي اللي هو اللي بيلعب يعني مزبوط. ايمن اشرف ما هو بيلعب، كوليبالي بيلعب، احمد فتحي بيلعب، عاشور بيلعب، يعني الناس كلها بتلعب، هم اللعيبة ما ريحناش حد. اللعيبة دي بتلعب كل اربع ايام ماتشات قوية جدا، مطالب ان انت تكسب بطولات مختلفة طبعا، بتنقل ما بين دوري لبطولة عربية لبطولة أفريقية، كنت أساسا بادئ بأفريقية يعني. لا وعندك برضو البطولة الأفريقية هتبدأ معاك، وأنت بتخلص من هنا هتبدأ البطولة الأفريقية تبدأ تاني. يعني منتهى يعني التعب، وأنت مواصل من السنة اللي فاتت بالظبط، وعليك ضغط كبير جدا. لعيب النادي الأهلي مش زي أي لعيب في مصر يا جماعة، لعيب النادي الأهلي لا، ده لو حسبنا البطولات اللي بيشارك فيها الأهلي هذا الموسم هو أكبر نادي في العالم بيشارك في عدد مش معقول يعني بطولات. كم البطولات يعني عارف، لو البطولات بعيد عن بعضها هنقول ماشي انما انت بتكلم البطولات داخله في بعضها، ما بتبقاش عارف احنا داخلين دور ال 16 في البطوله العربيه، على قبل النهائي في البطوله الافريقيه، على ماتشات حساسه في الدوري. لعيبه النادي الاهلي مش زي اللعيبه التانيه اللي موجودين في مصر، لعيبه النادي الاهلي كمان عليك ضغط كبير، مسؤوليه كبيره، مسؤوليه نادي كبير، مسؤوليه نادي القرن، ان انت تكسب كل مباراه. تخيل انت يعني الكره غالب ومغلوب طبعا، انت مطالب ان انت لازم تكسب على طول. التعادل بالنسبه لك يعني، انا يعني دخلت على الفيسبوك كده من امبارح والنهارده، لقيت ناس طبعا يعني بصراحه اسف ان انا اقول ناس خايبه، يقول لك الناس اصل الاهلي تعادل مع الوصل، اصل يعني كلام طب اعمل زينا وامشي بالبطوله، كره القدم والمنافسه والجماهير المختلفه. انا بتكلم على الناس طبعا، بيحاول، ما هو بيحاول يعني بيحاول يفطسك وبيحاول يعملك، هو شايف حاجه من وجهه نظره شايف انها ممكن تمشي في هذا الاتجاه، فبيدعمها بسند او بدليل من وجهه نظره طبعا، ودعهم يمرحون حتى ده هو هاب معترف كمان ان بص يعني بيتريق على تعادل النادي الاهلي، تعادل مش هزيمه يعني بص لدرجه قد ايه انت بتتكلم دلوقتي كمان في التعادل مش في الهزيمه، هو حاله الجماهير ومع فريق كمان ممتاز، فريق الوصل الاماراتي طبعا، فرقه جدا. قويه من الفرق اللي لها تاريخ في دوله الامارات، وقدمت مباراه ممتازه، محترفين رائعين، مدرب وطني رائع غير عادي طبعًا. يعني فرقه اعتقد انها كانت تجربه مفيده جدا جدا للاعيبه النادي الاهلي قبل النهائي الافريقي، لان النهائي الافريقي مش هيقل عن المباراه دي. اللعيبه بتاعه الوصل لا تقل على لعيبه الترجي، خط فرود الترجي، لعيبه الوصل الاماراتي لا يقلوا عن لعيبه الترجي، فاعتقد ان هي مباراه كانت مفيده جدا بالنسبه للنادي الاهلي، وخصوصا ان الكامباك بتاع النادي الاهلي ورجوعه في الدقيقه يمكن ال 92 او 93 بالزبط. فدي حاجه طبعا تحسب للعيبه لغايه ما الحكم يصفر، وده عادل طبعا النادي الاهلي. اكيد اتكلمت بشكل كبير جدا وبدايه حماسيه يعني انا حاسس ان حضرتك بتسخن يعني هتنزل تلعب او حاجه، ولكن اكيد على الجانب الاخر لازم نشوف الامور ماشيه ازاي، خاصه ان معانا يعني معايا تقرير مميز جدا لواحد من نجوم الكره التونسيه، لعيب كبير جدا ونجم كبير جدا. هذا النجم الكبير كان تعرض في 2014 لمرض كبير، هو مرض السرطان، وقدر يقاوم هذا المرض بشكل كبير جدا، وبعدها يفاجئنا الكابتن نبيل معلول انه يرجع هذا النجم للمنتخب التونسي ويبقى كمان هو عمود المنتخب التونسي ويصعد بالمنتخب التونسي لكأس العالم، ولاعب مميز جدا ولاعب ليه تاريخ كبير جدا سواء كان في احترافه في موسكو او في ادائه في الدوري التونسي او في الكره التونسيه او في المنتخب التونسي. النجم الكبير وليد الهشري اللي معانا تقرير معاه اكيد بيتكلم عن هذه المباراه وليه رؤيه كده، نشوف التقرير ونرجع نتواصل.
تحيه كبيره للجماهير المصريه وجماهير نادي الاهلي. مقابله كبيره باش تجمع الترجي الرياضي التونسي فريقي السابق اللي نتمنى له ان شاء الله يفوز بالنهائي هذايا اللي غاب عليه السنوات الاخيره. ان شاء الله تكون مقابله كبيره اللي تشرف النادي الترجي ونادي الاهلي وتشرف الكره العربيه، وان شاء الله نتمتع يعني بمقابلتين ممتازين، وان شاء الله الفوز يكون الاجدر. اهم حاجه يعني تكون مقابله، نعاود نقول اللي تشرف يعني الكره العربيه، وحاب نوافق الجميع. انا واجهت الاهلي المصري معناتها في 6 أو 7 مباريات، فيهم فوز وفيهم تعادل وفيهم هزيمه، كانوا مقابلات كبار برشا، مقابلات يعني فيها تسابق وتلاحق، مقابلات فيها اهداف، فيها نسق كبير ياسر. ان شاء الله نعاود نقول عندي ذكريات جميله ياسر، خصوصا يعني سجلت هدف في نهائي ضد النادي الاهلي، ودفعت على حظوظ الترجي في عديد المناسبات. كلمه لجماهير الترجي الرياضي، ان شاء الله معناتها يكون الفوز من نصيب الترجي، معناتها المقابله ذي اللي معناها مستحقين لها جماهير الترجي كثير واللاعبين والعائله الترجيه الكل. نفس الشيء بالنسبه للنادي الاهلي، يعني مقابله فيها يعني ترشح كاس العالم للانديه، ومقابله يتمنى معناها يفوز بها اي لاعب، مقابله رابطه الابطال اللي هي امجد الكؤوس الافريقيه. كما قلت لك، اهم حاجه يعني نشوفوا مقابله كبيره تجمع يعني من الجماليه والروح الرياضيه، وان شاء الله مره اخرى الاجدر هو اللي يفوز. وهو السلام عليكم ورحمه الله. من حق كل فريق انه يشوف نفسه هو الافضل، ومن حق طبعا كل متابع وكل لاعب انه يشوف نفسه الافضل. انا طبعا بشكر النجم الكبير الكابتن وليد الهش على طبعا رسالته والرساله المحترمه بهذا الشكل وبهذا الحب، واكيد بشكر زميلي عمر البنوبي على مجهوده الكبير. يعني تحس ان في الحديث بتاعه في يعني حب وموده بين التوانسه والمصريين. هو لعيب كبير ونجم كبير. ولعيب كبير طبعا. انا بالنسبه لي انت عارف يعني شهادتي مجروحه مع تونس، لان انا يمكن كان ليا شرف ان اللعيب اول لعيب يحترف طبعا في تونس، ولعبت في نادي كبير اللي هو الملعب التونسي، وقضيت اجمل يعني ايام حياتي فعلا في تونس، وارتبطت ارتباط كبير بالجمهور التونسي وبالاسر التونسيه. يمكن ليا بعض الصور ليا في تونس، ونادي الملعب التونسي ده طبعا بعتز بيه جدا، من الانديه طبعا الدوري الممتاز في تونس واللي لها باع كبير في البطولات وصاحب شعبيه وجمهور كبير. فالحقيقه بعتز جدا بالفتره دي، عشان تلاقيني دايما كده يعني ببقى حريص ان انا ابقى على اتصال بتونس، سواء ان انا اسافر او عن طريق التليفونات مع اصدقائنا واصحابنا يعني. ويعني ذكريات كبيره كانت ليا هناك. انما طبعا لما نيجي بقى على النهائي، ونهائي ما بين طرف النادي الاهلي طبعا، يعني طبعا لو حد تاني غير النادي الاهلي بتبقى شايف برضو ان ممكن ان انا ابقى برضو متعاطف شويه، انما يعني بيتك الاساسي خلصانه طبعا. عايز اقول حاجه برضه قبل بس يعني ما انسى، عايز يعني حاجه خارج النطاق، طبعا ببارك لكابتن احمد شوبير على عضويه اتحاد الكوره، والحقيقه هو مكسب يعني اتحاد الكوره اللي كسب احمد شوبير طبعا، اللي هو طبعا ابن من ابناء النادي الاهلي في المقام الاول، له باع كبير جدا في الناحيه الاداريه وفي اتحاد الكوره، وكان نائب رئيس اتحاد كوره فيما سبق يعني، وكان الفترة اللي ماسك فيها الحقيقة كان يعني له نجاحات كبيرة. نتمنى ان هو ان شاء الله بإذن الله يعني يبقى له بصمة كبيرة خلال الفترة اللي جاية، وفعلا اتحاد الكرة خلال الفترة اللي جاية دي محتاج شخصية زي احمد شوبير، له طبعا يعني نجاحات وله وصاحب قرار. كذلك برضو ببارك للأستاذة دينا الرفاعي برضو على المقعد الثاني، وان شاء الله بالتوفيق لهم هما الاثنين. يعني كابتن احمد شوبير حصد 146 صوت مقابل 60 صوت
الاستاذ عاصم مرشد. طبعا بينما حصل الدين الرفاعي على 117 صوت مقابل 90 صوت لشيماء منصور الحكمه طبعا اللي عملت طبعا يعني كانت في معركه على المقعد المسائي. البعض عملوا جو كويس يعني. عملوا جو كويس ومباراه حلوه. صحيح. البعض شايف ان 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 طبعا هرجع للماتش لكن انت خدتني في حته كده. البعض شايف ان 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 الصراع ده كان سهل للكابتن شوبير لكن في كواليس كتير اكيد هنقولها بعد شويه. لكن معايا تليفون مهم جدا مع نجم كان لسه بيتكلم معانا دلوقتي وكان في رساله مهمه. الكابتن وليد الهشري، تحياتي ايهاب الخطيب وتحياتي الكابتن محمد حشيش. ألف تحية ليك وتحية للشعب المصري الكل. كابتن، الروح الجميلة اللي موجودة بين الرياضيين المصريين والتوانسة وبين الإعلام المصري والتونسي والجماهير، روح الإخاء، روح الحب في مباراة نهاية أفريقيا. دي مش مباراة ودية ولا مباراة عادية، هو النهائي الأفريقي وهو الحب المتبادل بين جميع الأطراف في المنظومة الرياضية. بطبيعة الحال يعني هذيك الحاجة الممتازة يعني في كرة القدم، يعني تربح منها العديد من العلاقات يعني بين الرياضيين وفي الـ في الـ في المواسم الأخرى وخصوصا يعني في العشر سنوات الأخيرة نادي الأهلي ونادي الترجي يعني لعبوا مقابلات كثيرة ضد بعضهم وولاوا فريقين يعني متعودين في النهائيات وفريقين يعني العالم العربي وفي افريقيا كل يعرفوا قيمه الترجي الرياضي وقيمه النادي الاهلي خصوصا كي واجهوا بعضهم في مقابلات يعني بالاهميه هذه. حاجه ممتازه اللي عندنا فرق في افريقيا يعني مشرفين القاره يعني كيما نادي الاهلي نادي الترجي. فنيا يا كابتن، فنيا شايف الفريقين ازاي؟ الفريقين وصلوا يعني للنهائي بشكل قوي ومستحق والفريقين فيهم تشابه كبير جدا خاصة انه كمان كانوا في مجموعة واحدة. فنيا شايف اللقاء ازاي على ارض الملعب؟ فنيا نتصور تكون مقابلة متوازنة. النادي الاهلي في الفترة الاخيرة يعني كان معناتها يعني ظهر وجه ممتاز في البطولة العربية وفي الدوري وحتى في المقابلات تاع كاس افريقيا. الترجي الرياضي نفس الشيء. كما قلت لك كل موسم وكل مسابقه عندها لاعبين نتاعها وعندها يعني لاعبين معناتها يبرزوا يعني في وقت معين. انا نتصور النادي الاهلي يعني فيه لاعبين عندهم خبره كبيره كما حسام عاشور كما وليد سليمان اللي شفناه يعني وليد سليمان في الفتره الاخيره وانا نتذكر لعبنا يعني لعبت مقابله ضده كان سجل لنا خيرات في مقابله العوده. تمام. ويعني في مقابلات تاع النادي الاهلي كل شوفوه وليد سليمان ديما يسجل اهداف حاسمه. لازم مراقبه كبيره اللاعب هذايا، لازم الترجي الرياضي يبدا عارف اللي معناها باش يلعب قدام منافس عنده تقاليد كبيره يعني في كاس افريقيا. وان شاء الله الاجدر هو اللي يفوز. معناها اول حاجه كما سبق وصرحت نشوفوا مقابله ممتازه للفريقين. تمام. كابتن، زي ما قلت كده ان وليد سليمان لاعب محتاج مراقبه، مين في الترجي اللي محتاج نفس المراقبه من لعيبه النادي الاهلي؟ انا نتصور في نادي الترجي ثم لاعب جزائري يعني معروف الخميسي لاعب اللي معناها يحفظ المراوغات الواحد ينجم يعني يقدر يتجاوز اي مدافع خصوصا يبدا معناها في كامل يعني لياقته ويبدا حاضر على جميع المستويات. والترجي يعني عنده وسط ميدان صلب يعني بوجود كوليبالي وكوم اللاعبين الافارقه الاثنين هذوما اللي طبعا معناها نلقاهم موجودين في الصبغه الهجوميه في الصبغه الدفاعيه ويحبوا يعني مواجهات ويحبوا يعني كيفاش نفسر لك ممكن الفرنسية تمام، لكن لاعبين لازم تتجنبهم معناها على المستوى البدني لازم يقلقوا كثير يعني. بالنسبه للهجوم توا في الترجي الرياضي موجود طه الخميسي، موجود هيثم الجويني اللي هما كيف لاعبين عندهم لياقه ممتازه طبعا وخبرات اللعب الخبرات صحيح. وفي الدفاع كيف ممكن تعرض شويه مشاكل لكن ثم التوازن في الفتره الاخيره. وراه مقابلات كما هذه النهائيات تحكم فيها جديات صغيره يعني لازم الفريقين يكونوا مركزين بالضبط. تعرف ثم مقابله ذهاب مقابله اياب
واللي باش يسجل يعني طارز الرياضي كان يوصل يسجل يعني في الاهلي نتصور اللي يسهل على روحه المقابله، لكن هذا عمره ما كان مقياس على خاطر انا نتذكر لعب ضد الاهلي وسجلنا وروحنا بنتيجه ايجابيه وبعد خسرنا يعني في تونس معناها 2-1 و يعني وتحرمنا من اللقب. طبعا مباراه اش يعني متوقعه نتيجتها اكيد. تحيات الكابتن محمد حشيش لحضرتك اللي هيسال حضرتك. برحب بيك يا ابو الكباتن وبقول لك طبعا انت معايا ان الحده طبعا بين الجمهورين يعني بقت هديت قوي عن الاول. يعني انا كنت بلعب طبعا في تونس يعني موسم 91 92 ما اعرفش انت كنت يعني موجود ولا لسه ولا كده، فكانت الحده كانت يعني صعبه شويه. دلوقتي الموضوع بقى يعني الروح الرياضيه بقت كويسه بين الجمهورين، فانت معايا ولا لا في الموضوع ده؟ اي انا معاك في الفكره، انا مازالك تحيه كبيره وممكن ثم فارق كبير في العمر. يعني انا معناها لعبت الفتره نتاع سنوات 2003 2004 وانت قبلي شويه يعني في ملعب تونس. انت ما حضرتش بقى 91 و92 ها؟ انا من مواليد 86. طيب يعني كنت لسه صغير لما كنت انا بلعب في البقلاوه بقى، ما اعرفش طبعا تعرف الملعب التونسي طبعا. طبعا لعبت فيه موت ملعب تونسي. من الانديه الكبيره ولها جمهور حي برضه بالكامل يعني. ايوه حبيبي ايوه. طب انا عايز اسالك سؤال اخير بقى، عايز اعرف توقعاتك مش امنياتك. توقعاتك بالنسبه للمباراه الاولى والمباراه الثانيه. بالنسبه للتوقعات صحيح اللي انا فريقي السابق الترجي الرياضي، والحقيقه نتمنى الترجي الرياضي يفوز. الحاجه اللي انت تو تكلمت عليها مهمه ياسر، ثم يعني علاقه ممتازه يعني بين الفريقين وما بين جماهير الفريقين، وهذه حاجه مهمه للغايه اللي معناها تخلي الفريقين معناها يخموا اكثر ويركزوا اكثر في الكوره، ما يركزوش في حاجات اخرين يعني اكسترا سبورتيف. بالنسبه للتوقعات كما قلت لك، انا الحقيقه واجهت نادي الاهلي في عده مناسبات ونعرف جيدا ان نادي الاهلي فريق عتيد وفريق يعني عنده من الخبرات وعنده من الامكانيات اللي نجم يفوز على اي فريق، خصوصا يبدا يعني يبدا فريق معناتها مركز ويعرف المهمه اللي هو قادم عليها. بالنسبه للترجي كيف نفس الشيء. بالنسبه لي انا نتصور توقعات ترجي رياضي مؤهل اكثر، خصوصا وانه بعد شويه على اللقب هذايا اكثر من نادي الاهلي. ممكن الفرق هذاك هو اللي باش يخلي الترجي ياخذ يعني ادفانتج يعني في المقابله هذه. كابتن وليد، وانت مدافع كبير، شايف ان هناك بعض الاخطاء في دفاعات الترجي وربما برضه تكون في بعض الاخطاء في دفاعات النادي الاهلي؟ بطبيعه الحال الاخطاء موجوده في اي فريق، لو تشوفوا حتى فرق عالميه برشلونه وريال مدريد والفرق الكل، اذا ما فماش اخطاء ما فماش اهداف. واي لاعب مهما كان مستواه يخطئ. والفريق توا معناها في كره القدم العصريه الفرق ولات معناها تستنى في اخطاء المنافس تسجل الاهداف، والفريق اللي يعمل اقل اخطاء هو يعني اغلبيه الاوقات يفوز بالمقابلات ويفوز بالالقاب. اشكرك كابتن وليد، وطبعا شرفتنا ونورتنا على شاشه قناه النادي الاهلي وبرنامج الاهلي الليله. كلام محترم جدا أوي. لكن الختام عجبني قوي، الفريق اللي اخطاءه قليله هو الفريق الاقرب للمكسب. كلام طبعًا منطقي ومحترم من نجم كبير. طبعا ده هيرجعنا تاني يمكن انا في قبل النهائي مع فريق الحريه بتاع غينيا، بالذات بعد الماتش الاولاني اللي كان قلت يا جماعه ربع النهائي بقى. ربع النهائي يا جماعة، الأهداف اللي بتضيع في المباراة الأولانية ممكن نندم عليها، بالظبط كده نفس الكلام نندم عليها في المباراة الثانية. أعتقد إن الكلام اتحقق في المباراة الثانية، وكان بالنسبة لنا يمكن تحديد الشوط الثاني كان يعني صعب قوي بالنسبة لعيبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي، كنا قاعدين على أعصابنا في أي لحظة أنت كان ممكن تخرج. أنا آسف ماتش سطيف، انت بتتكلم على قبل النهائي وقبل النهائي. كان المباراه الاولانيه كان ممكن تكسب الأول هنا 2-0 وبعدين ضيعت عدد من الاهداف. كان ممكن تريحك في لقاء العوده. لقاء العوده
كان صعب جدا وشفنا النتيجه القويه على ملعبها وبتلعب. لو انت مريح برضو ايهاب، لو انت جايب وفره من الاهداف هنا اللي انت طبعا رغم طبعا انك تقدمت هناك بهدف بالظبط كده، انما الخطا البسيط اللي حصل دخل الفرقه تاني في الجيم، يعني كان ممكن لا قدر الله جون في التاني انت الموضوع قرب. طبعا المباراه النهائيه بقى مختلفه تماما. هنا بقى في المقابل فريق الترجي تعرض لهذا الاختبار على ملعبه بالظبط امام اول اغسطس طبعا بطل انجولا. كان ماتش صعب جدا، ماتش صعب جدا، بطل انجولا احرز الهدف الاول صحيح، بعدين يعني فريق الترجي احرز هدفين، بعدين بقوا 2-2 يكسب الترجي ويختم صحيح ب4-2 مباراة صحيح قوية جدا ومباراة تؤكد ان الترجي مختلف بشكل كبير على ملعبه، يعني افضل ماتش عمله في البطولة. احلى مباراة شفتها الفريق الترجي من فترة كبيرة، دفاع ونص ملعب وهجوم، فرقة كانت بتلعب كمان بروح كبيرة جدا، معدلات اللياقة البدنية كانت عالية جدا جدا بالنسبة للفرقة كلها وخصوصا الاثنين الديفندرات بتوعهم الافارقة اللي دول يعني هم دول محور اداء فرقه الترجي، الربط ما بين الدفاع والهجوم الاثنين على مستوى عالي جدا، فيهم واحد كمان بيكمل الناحيه الهجوميه، وده برضو اكيد الجهاز الفني يعني وضع خطه معينه للسيطره على الاثنين دول بالتحديد، لاعبي خط الملعب الاثنين كولوبالي وفرانكوم وفران بالظبط كده، الاثنين على مستوى عالي جدا دفاعا وهجوما، واحد منهم بيكمل فرانكوم بيكمل، طاقه بدنيه جباره غير عاديه مظبوط، فعايزين المرة دي الاستعداد من المباراة الأولى، النهائي من المباراة الأولى المرة دي. الناس كلها في تونس، أنا على اتصال طبعا، يعني بما معناه كده بالبلدي أنتوا مش كل مرة بقى هتيجوا تاخدوا مننا البطولة وتمشوا، فالمباراة صعبة جدا، الاستعداد والبطولة يعني أنا إن شاء الله بإذن الله بقول يا رب تتحسم من هنا. طبعا فريق فرقه الترجي فرقه كبيره وايكوال مع النادي الاهلي، صعب ان انت تقول ايه عايزين وفره من الاهداف، بس انت احنا كنا بنقول على كل مباراه لها ظروفها، كل مباراه لها ظروفها، وكنا بنقول على وفاء سطيف فرقه كبيره، انما كنت تقدر تكسبها هنا 4-5 تحديدا في الشوط الثاني، فانت الفرصه اللي يعني اهم حاجه في المباراه الاولى استغلال الفرص اهم حاجه، يعني اللعيبه كلها لازم تركز، اللي هيجي له فرص وتقليل اخطاء مش هتتعوض سواء في الماتش الاولاني او الماتش الثاني، استغلال الفرص مهم جدا جدا، احراز الاهداف عشان تروح مطمن يبقى عندك بعدد كويس من الاهداف تحسبا لاي حاجه. طبعا احنا كمان في حاجه ميزه السنه دي في النهائي ان هيبقى فيه الاتحاد الافريقي هيطبق الفار، ودي حاجه كويسه جدا للفرقتين لان كل فرقه بتسعى انها تاخد يا ريت يطبق في كل الماتشات الافريقيه الفار دي، يا ريت يا ريت طبعا، فكويس ان هم هيبتدوا بيها البطوله دي وخصوصا في موقعة مهمه زي موقعة الترجي ماتش اللي هنا او هنا هم حاجه من الاول طبعا حاجه تقنيه الفيديو هتبقى يعني مريحه للفرقتين جدا، واعتقد ان التقنيه دي لو كانت موجوده قبل كده في بطولات كتيره وفي تونس برضو نفسها كان ممكن حاجه كتير تتغير، انما طبعا اللي فات خلاص راح، احنا بنتكلم في اللي جاي عندنا خلاص ايام قليله، انت بتتكلم على خلاص 4 و5 والماتش ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه. اهم عامل كمان في المباراه هو الحشد الجماهيري، جمهور النادي الاهلي هيفرق كتير جدا جدا مع فرقه النادي الاهلي في المباراه اللي جايه، المباراه اللي جايه عايزه جمهور وعايزه تشجيع من البدايه للنهايه، من البدايه للنهايه تحت اي ظرف من الظروف المباراه او نتيجه المباراه، النادي الاهلي جمهور يشجع من البدايه للنهايه بيفرق جدا مع لعيبه النادي الاهلي، ان شاء الله باذن الله نعمل مباراه كويسه ويكون كل اللعيبه في حالتها، اعتقد ان الفتره الاخيره كل اللعيبه جاهزه، الاصابات بعض الاصابات الحمد لله رجعت. في كلمه سر كده علي معلول لعيب طبعا رائع طبعا كان طبعا، لكن علي معلول في هذه المباراه وهو راجل يعني من اللي بيأدي هذه المباراه بشكل كبير طبعًا جدا لتاني سنه عن التوالي يغيب عن النهائي الافريقي. طبعا حظ النادي الاهلي انه لعيب كبير زي معلول بيفرق، رئه متنفس كبير ناحيه في الجبهه اليسرى بالنسبه للنادي الاهلي طبعًا. طبعا بتفرق ان يكون عندك وبالذات في المباراه الاولانيه، وشفناه والله في مباراه خارج ارض النادي الاهلي كمان ما بيكتفيش بالهجوم ناحيه
الشمال، بنشوفه كمان من كام من ناحيه اليمين، واعتقد ان هو كان احد عوامل مكسب النادي الاهلي في البساطة اللي بصاها في النهايات قبل كده من ناحيه اليمين. خساره كان نفسنا ان هو يبقى جاهز، انما اعتقد ان في بديل برضو كفء، ايمن اشرف هو اعتقد اللي هو اقرب واحد ان هو يكون موجود. اللي بكرره تاني هو تركيز اللعيبه، لازم يكون على اعلى مستوى. الحافز كبير يا كباتن، بطوله غايبه من النادي الاهلي بقى لها فتره كبيره من 2013، بقى لنا فتره كبيره عايزين نخش تاني للعالميه، نعمل سكور، نعمل ارقام جديده ان شاء الله باذن الله تساعدنا في ان النادي الاهلي يكون بعد عمر طويل بقى طبعا نادي القرن اللي احنا فيه يعني ان شاء الله باذن الله. طبعا بمناسبه كلامك، النهارده كان في طبعا التصنيف او الترتيب للاتحاد الافريقي، الاهلي بيتصدر التصنيف الافريقي للانديه، بيليه الترجي، بيليه مازيمبي. الاهلي ب 1643 نقطه، الترجي ب 1602، مازيمبي ب 1595 طبعا، وترتيب مهم قبل هذه المباراه. احصائيه طبعا يعني طبيعيه بالنسبه لارقام النادي الاهلي خلال حتى القرن اللي احنا فيه من بدايه ال 2000، عاملين نتائج كويسه وحاصدين بطولات، وضع طبيعي، تكمله لمشوار نادي القرن اللي ان شاء الله باذن الله يتوج ويبقى ان شاء الله باذن الله بطل البطوله الافريقيه ويخش برضه على كاس عالم الانديه. الحاجه الغريبه شويه بقى ان انا شايف بعض الانديه اللي كانت متسيده برضه القاره مع النادي الاهلي قبل كده، زي مثلا كوتوكو الغاني، زي بالتحديد يعني مش لازم كوتوكو، انديه غانا والكاميرون وساحل العاج، الفرقه دي ففضوا الانديه بتاعتها. اكيد كلام مهم، زي ما استمعنا لتقرير مهم للكابتن وليد الهش، اكيد معنا تقرير مهم للكابتن ايمن بن عمر. نروح للتقرير مع نجم الترجي السابق كابتن ايمن بن عمر ونرجع نتواصل. معكم ايمن بن عمر اللاعب السابق للترجي التونسي. في البدايه شكر خاص لقناه الاهلي على هذه الاستضافه للحديث على مباراه الذهاب للدور النهائي لكاس رابطة الابطال الافريقيه التي ستجمع بين الاهلي المصري وشيخ الانديه التونسيه الترجي التونسي. الفريقان استحقا الترشح للنهائي عن جداره بعد ازاحه الفريق الاول لوفاق ستيف والفريق الثاني لبريميري دي اغوستو. المباراه ستكون صعبه على الفريقين لتقارب الاداء بينهما. الترجي مطالب بالحضور الذهني واخذ الحذر من الاهلي والعوده الى تونس بنتيجه ايجابيه وعدم قبول الاهداف. في المقابل الاهلي المصري عليه ان يصنع اللعب وعليه التسجيل نظرا لصعوبة مباراة الإياب التي ستكون أمام جماهير غفيرة وجماهير كانت لها دور في ترشح الترجي الرياضي للدور النهائي. مباراة ستكون ذات نسق عالي بدنيا وقوية تكتيكيا. الفريق الذي سيكون جاهزا ذهنيا كامل رداهة المباراة سوف ينتصر وسوف يمتلك نسبة كبيرة في امتلاك الكرة. مثل هذه المباريات النهائية بين زوج فرق كبيرة تلعب على جزئيات بسيطة وجزئيات صغيرة مثل كرة ثابتة، مثل أخطاء فردية، وفي النهاية أتمنى الفوز لفريقي الترجي التونسي، ونتمنى أن نشاهد مباراة ممتازة تجمع بين فريقين عريقين، فريق نادي القرن الأهلي المصري وفريق الترجي التونسي. وشكرا لكم.
كلام محترم من نجوم كبار ولاعبين كبار يعرفوا قدر المباريات الهامة وتقدير الفرقتين، والكلام بشكل محترم جدا وهذه الروح السائدة بين الطرفين. كابتن طبعا أيمن بن عمر لاعب مميز جدا ونجم كبير جدا، وأكيد الشكر موصول لزمايلنا الأستاذ محسن لملوم والأستاذ عمر البنوبي على الشغل المحترم والكبير، لكن الكلام محترم جدا طبعا والأداء محترم من نجوم تونس. كله كمان لو تلاحظ إيهاب نفس الوتيرة ونفس الأسلوب ونفس الطريقة، في نوع من المودة، بيتكلم كويس على النادي الأهلي. بالظبط القصة دي أنا بقول لك أنا عايشها من زمان ما كانتش موجودة. دي الحلاوة بقى في الموضوع، إن ابتدت يعني القصة تقرب. مفيش فرق بين طبعا لاعب تونسي ولاعب مصري، ترجي أهلي، كل عايز يكسب لفرقته بالاحترام الكامل، بس مع الاحترام للفرقة الكاملة، واللي بيكسب في النهائي في أرض حتى صاحب الأرض خلاص بيسلم عليه وحي زي ما حصل قبل كده. كان الفترات القديمة كان في برضو في توتر شوية، كانت في الصحافة، أعتقد برضو أنت لو تلاحظ أن الصحافة برضو التونسية هادية جدا، بترحب بالنادي الأهلي وبعثة النادي الأهلي، كذلك الصحافة المصرية برضو. أنت دلوقتي لما بتبقى رايح تونس ما بتبقاش قلقان من حاجة، كنت زمان بتبقى رايح والجمهور وصعب، دلوقتي الدنيا بقت سهلة جدا، يمكن عشان المباريات بقت بالذات بين تحديدا يعني بين الاهلي والترجي بقت كتير خلال الفتره. انت بتقابل الترجي في الموسم الواحد اكثر من مره، يعني بتقابله في المجموعه بتاعتك وممكن في البطوله العربيه، يعني الدنيا بقت احسن من الاول، بقى فيه قرب، ووسائل الاتصال كمان سهلت ما بين يعني مصر وتونس، ورقي الفريقين ورقي الادارات ورقي الجماهير مع بعض، ان الجماهير بتستضيف بعض هنا وهنا. لا حاله رائعه بين فرقتين وجمهورين كبار جدا، بصراحه حاله ممتازه. زمان ما كانش ايه بقى، يعني انا كنت بلعب في تونس 91 ما كانش فيه اتصالات خالص. يعني انا فاكر ان انا لما وصلت مع فرقه الملعب التونسي للنهائي كاس تونس مع الافريقي، خبر صغير كده في نشره الاخبار عندنا في مصر، ده في لاعب مصري كان بيلعب في النهائي. كانت الامور ساعتها كانت الامور صعبه. دلوقتي الامور يعني، كانت زمان حتى لما تيجي تقابل فرقه من تونس ولا تونس تيجي تقابل فرقه من مصر مش عارف مين ولا عارف اللعيبه ولا. انت دلوقتي الفرقتين كتاب مفتوح، عارف كل صغيره وكبيره، انت عارف مين الاصابات وعارف مين الصف الثاني وعارف مين كذا. الميديا بقت مسهله الـ الامور. يمكن انا احكي لك بس حاجه لو في وقت عندنا، يعني قصه كده عن بخصوص الموضوع ده. يعني النادي الاسماعيلي جه يلعب زمان سنه 91 كان بيلعب النادي الافريقي في بطوله افريقيا، فانا كنت في اجازه في مصر، فجي كابتن علي ابو جريشه طلب مني شريط للنادي الافريقي، يعني كانش فيه طبعا مش عارف. فقلت له كابتن علي يعني طبعا انا احضر لك الشريط كده، كان ماتش في الدوري وماتش اخير في الدوري يعني. المهم اديته هديه ثمينه ساعتها ملهاش طبعًا. حل طبعًا. بس جت فوق دماغي بقى ليه بقى. اما رحت انا تونس بقى، طبعا الاسماعيلي راح هناك وعمل ماتش عمره مع الافريقي وتعادل، شايف بقى الفرقه وعارفها كويس وتعادل 3-3 وكان مظبط. رحت لقيت من وانا في المطار الناس مقابله يعني غير طبيعيه. يا جماعه ايه المشكله؟ وجي النادي بقى بتاعي طبعا، لما رحت النادي ازاي انت تدي لفرقه من يعني الاسماعيلي تديهم شريط كذا كذا. قلت لهم ده فرقه من بلدي وطالبين شريط، وبعدين لو ما كانوش خدوه مني كانوا هياخدوه مثلا على الاقل من السفاره، فانا بساعد. فقالوا لا انت دلوقتي بقيت مننا وما ينفعش تدي كذا وكذا وكذا. ولقيت الامور كانت متوتره جدا يعني. عشان كده بقول لك يعني بص زمان كان عامل ازاي ودلوقتي القصه بقت مختلفه جدا. انت دلوقتي بتخش على النت بتجيب اي معلومه عن الترجي او الافريقي او اي فرقه، او هو كذلك مع النادي الاهلي، الدنيا اتغيرت خالص والامور بقت اسهل وبسيطه. دي اللي يمكن سهلت الاجواء شويه. على المستوى الفني شايف مباراه الجمعه ازاي؟ شايف مستر كارتيرون يلعب ازاي؟ شايف الاداء يبقى ازاي؟ وخاصه وانت بتقول الفريقين كتاب مفتوح. عايز اقول لك ان طبعا التحضيرات اللي هي قبل المباراه طبعا دي هنسيبها للجهاز الفني، من الحافز القوي للعيبه، التركيز الجامد جدا، تحضير اللعيبه اللي هي ممكن تكون كانت في اصابات او في شبه اصابه او ريحها عشان المباراه القادمه. اهم حاجه لازم تكون بكامل القوه الضربه بتاعتك. يعني الماتش زي ما انا بقول لك، انا معتبر المره دي يعني مش مساله ايه، اصل الفاينل ماتشين، ماتش هنا وماتش هناك.
انا بعتبر الماتش الاولاني بالذات المره دي يا اهاب، وبكرر على الموضوع ده، مهم جدا جدا جدا، لازم تطلع باحسن نتيجه ممكنه عشان تقدر هناك يعني تبقى كويس، وتقدر ان شاء الله باذن الله تحصل بمجمل المباراتين على الكاس. انما المباراه اللي هنا مباراه محتاجه عناصر الخبره تكون موجوده، طبعا العناصر والاوراق الرابحه بتاع النادي الاهلي، وعلى راسهم طبعا المتالق خلال الفتره اللي جايه واللي اتمنى ان شاء الله يكمل خلال المباراتين اللي جايين. طبعا وليد سليمان عليه عامل كبير جدا جدا، ظاهر ومتشاف قوي، ظاهر ومتشاف، والحمد لله في الطب بتاعه. يا رب اتمنى ان شاء الله باذن الله يكمل كده، ان انا متوقع ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي باحرازه للبطوله السنه دي وليد سليمان ممكن ياخد احسن لعيب في البطوله دي. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله باذن الله. قيادته للفريق، اهدافه المؤثره جدا في المراحل المختلفه، صناعته للاهداف لزمايله عليها عامل كبير جدا، الحمد لله ماشي باحصائيات كويسه قوي وليد. كذلك برضو الفريق كله لازم يتقسم الماتش على اقسام، لازم تستغل كمان وجود الجمهور الكبير، ان شاء الله هيبقى موجود وهيبقى مالي الاستاد. جمهور النادي الاهلي لازم تستغله من البدايه، عارف خضه البدايه دي لازم تستغلها. خضه البدايه دي يعني مش موجوده عند النادي الاهلي طبعا، وانت عارف قد ازاي طبعًا. زي ما انت دخلت قلت لي كابتن احمد شوبير ما كانش عنده خضه بدايه، متمرس مكسب كبير جدا لاتحاد الكوره، اتحاد الكوره هو اللي كسبه وكنت متوقع نجاحه، وانا قلت لك طبعا كسب بفرق كبير 146 صوت مقابل 60 صوت اكتساح، لكن الكواليس كان فيها كتير. خلينا نبارك للكابتن احمد شوبير، مبروك يا كابتن احمد. ايهاب مساء الخير، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا ليك، وتحياتي للصديق العزيز كابتن محمد حسن. حبيبي ابو حميد، والف الف مبروك حبيبي يا محمد، ومبروك مبروك لاتحاد الكوره، مش ليك انت، مبروك لاتحاد الكوره. الله يخليك الله يخليك يا رب، ما تحرمش منك يا رب. بالظبط يا كابتن، يعني مبروك لحضرتك ومبروك لاتحاد الكوره كابتن حشيش، يعني وهو بيتكلم قال يا جماعه كابتن احمد شوبير اضافه كبيره لاتحاد الكوره، الفرق كبير والاداء، انت عملت جيم كبير جدا وزرت كل الناس وبتحقق 146 صوت مقابل 60 صوت، لكنها يا كابتن رغم النتيجه الكبيره لم تكن انتخابات سهله. بالظبط يا ايهاب، زي ما انت قلت الاول، بس خليني احيي كل الساده المشاهدين واحيي الاستاذ عاصم مرشد اللي كان منافسي في الانتخابات لانه عمل جيم طبعا محترم. لازم الناس ما تنساش ان الاستاذ عاصم ده عضو في مجلس النواب، وعاصم خد تجربه انتخابيه عنيفه المره اللي فاتت، واخد حوالي 80 صوت من الاصوات. تمام، تاخد 80 صوت في وسط 20 مرشح، ده بيبقى رقم كبير جدا يعني، غير انه كان داخل الانتخابات التكميليه دي كانت المفروض تتعمل السنه اللي فاتت، بس الجمعيه العموميه ما كملتش 100 عضو فما اكتملتش يعني، فبقى له علاقه قويه جدا بالجمعيه العموميه. وانا كان زي ما انا قلت من 2009 خارج اتحاد الكره المصري، صحيح في صله كويسه وفي علاقه طيبه، لكن 80% تقريبا من الجمعيه العموميه متغيره. انا بتصور اللي حصل ده نوع من انواع تجديد الثقه والاحترام بيني وبين الجمعيه العموميه، وهما الناس عارفين الحقيقه ان انا مش راجل بتاع وقود ومش راجل كذاب، والحمد لله والشكر لله يعني اللي بقوله بنفذه، وانا بشتغل شغل جماعي ما بعرفش اشتغل شغل فردي. هتلاقي تصريح عنتري ليا، مش هتلاقي كلمه طالعه في الهواء كده بدون يعني معنى، مش هتلاقي برضو كمان التصريحات العنتريه اللي كانت بتطلع من البعض داخل الجهاز الاداري داخل الاتحاد. يعني بتمنى ان شاء الله انه في حاجات كتيره جدا اتفقنا مع السنه بريد عليها وعدد كبير من اعضاء مجلس الاداره، ان شاء الله ان احنا نقدر ننفذها، لانه بتصور ان اتحاد الكوره محتاج مره ثانيه الى اعاده، وانا قلت الكلام ده من البدايه، اعاده الانضباط الاداري داخل الاتحاد، اعاده هيبه الاتحاد، قوه الاتحاد المصري لكره القدم، امور كتيره جدا. الانتخابات خلصت باعلان النتيجه، بشكر الساده المستشار احمد حلمي الشريف واللجنه الانتخابيه المحترمه جدا الحقيقه اللي ادارت العمليه بمنتهى الاحترام والاحترافيه بشكل جميل جدا، لكنه اتحاد الكوره محتاج تاني يعيد صورته البهيه الجميله لجماهير الكره المصريه والدنيا كلها، لان اتحاد الكوره المصري هو اقدم اتحاد في المنطقه
وبالتالي يعني لازم تبقى صورتنا قدام العالم اجمع ممتازه ان شاء الله. بالظبط. كابتن شوبير، اكيد وقت ما كنت بتختلف مع اتحاد الكوره بتختلف للصالح العام، وكنت بتقول ده في الواقع الكبير. الفترة اللي فاتت كانت الأمور ماشية بشكل كويس جدا، لكن أكيد ليك بعض التحفظات دي هتكون طبعا على ترابيزة الاجتماعات، لكن تصريح مهم جدا للكابتن أحمد شوبير: أنا نائب رئيس اتحاد الكورة. لا، هو قصة ببساطة شديدة جدا، أنه أنا ما دخلتش من نفسي كده الانتخابات. الحوار ده دار من حوالي 3 أو 4 شهور بلقاء خاص بين المهندس هنا بريدة. الراجل قال لي أنا عايزك تكون موجود معايا الفترة اللي جاية. قلت له طب ايه الدور؟ قال لي منصبك الطبيعي اللي هو النائب، انت المفروض داخل نائب في التركيبه الاولانيه. حصلت ظروف ما خلتنيش اترشح، الظروف دي كلها انتهت وخلاص الحمد لله رجعنا كما كنا، فبالتالي راجع بتركيبتك الاولانيه. ده بالنسبه بيني وبين المهندس انا بريده وكثير او لم يكن كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، فبالتالي انا ما بقولش حاجه صعبه، بس انا الامر كان بوضوح ايهاب انه اللي كان بيتكلم على موضوع النائب، اقول لهم والله احنا عندنا انتخابات. يعني ما تسبقش خطوه قبل خطوه. تمام. الانتخابات الاول وبعد الانتخابات تبقى تتكلم على منصب داخل الاتحاد، وبصرف النظر برضو يعني ان شاء الله يعني الموضوع ده انتهى، لكن بصرف النظر في اي منصب انت عارف الحمد لله الواحد بيأدي طبعا بشكل جيد وبيأدي باحترام، لكن هو ده اتفاق تم بيني وبين المهندس انا ابو ريده. الاتفاق ده طبعا اكيد برضا وحب جميع الاعضاء، وانا اعلم العدد اللي من غير ما نقعد على الترابيزه هو مؤيد للكابتن احمد شوبير اللي يكون نائب رئيس الاتحاد. كل الاعضاء بلا استثناء، حتى الخلافات الصغيره اللي كانت موجوده بينه وبين البعض الحمد لله انتهت، ورغم ان الانتخابات دايما بتبقى عمليه شاقه ومتعبه ومؤلمه، لكن انتخابات المره دي الحقيقه انا اكثر واحد استفاد منها. اولا عدت العلاقات كامله بيني وبين كل الساده الافاضل داخل اتحاد الكوره، ده ما يمنعش ان هيكون في خلافات في وجهات النظر، ده امر طبيعي جدا ومنطقي. نمرة اثنين، أنا فت على ال 222 نادي كلهم زرتهم باستثناء محافظة البحيرة، لأن المنافس كان من هناك، لكن تواصلت معاهم تليفونيا، عرضت على كل مشاكل وكل أزمات وكل حاجة بتعاني منها الجماعة العمومية، طرحنا رؤية وفكرة للدوري العام النهارده تم الموقع عليها في الجمعية العمومية الحمد لله، وده ادانا كمان مصداقية أكتر عند الجمعية العمومية. اتكلمنا في موضوع ما يسمى بالدعم وليس دعم ولكنها حقوق الجمعية العمومية، نظام المسابقات، الملاعب، التحكيم، الناشئين، رائع، حاجات كتيرة جدا بنتكلم فيها لابد أن المناطق أخرى. المناطق كمان أبو حميد، وده هيفرق جدا مع اتحاد الكورة، لأنه طبعا محتاج ده، يعني لازم يكون عندك دوري عام منتظم، مش دوري ممتاز بس، الدوريات كلها. أنا بكلمك دلوقتي الحمد لله بعد النجاح، لكن بقول لك ده كل يعني الناس هتبقى عارفة مسابقات الناشئين تعمل بشكل محترم، تعود مرة أخرى مسابقات البراعم من جديد مره ثانيه، دورات التدريبيه اللي كانت تعمل في كل محافظات الجمهوريه، تمام، دورات التدريب للتحكيم كمان بشكل جيد، الملاعب المغلقه دي لابد انها تتفتح، كمان علاقه الانديه بالوزاره حضرتك لابد ان يكون لك دور فيها، الانديه ما بتقدرش توصل للوزاره بسهوله عكس ما انت بتقدر توصل بسهوله للوزاره، وبالتالي اتصور ان ده برضه امر مهم جدا انك تساعد الانديه من خلال علاقتك القويه بالوزاره وباللجنه الاولمبيه، دي كلها امور لازم نساعد فيها، لازم يبقى لنا دور كويس فيها باذن الله. كابتن حشيش عايز يقول لحضرتك حاجه، اتفضل يا كابتن. كابتن احمد، طبعا يعني من اهم الحاجات اللي انت عملتها يعني ان احترامك للمنافس، وبرغم ان احنا كلنا يعني كنا عارفين ان انت ان شاء الله يعني هتكسب وباكتساح، انما انت ما خليتش حته في مصر، ما سبتش عضو في الجمعيه العموميه الا ما عديت عليه، وانا شفت الحب ده في احد المؤتمرات، حب كبير للكابتن احمد شوبير، وده هيحملك مسؤوليه كبيره جدا بالنسبه للانديه كلها. بص يا حشيش، انا احترمت نفسي اولا، واحترمت الجمعيه العموميه برضو اولا، واحترمت منافسي برضو اولا، لان ده مهم، اللي عايز ينجح لازم يحترم صحيح كل الاطراف اللي موجوده، انت مش هتشتغل الا من خلال جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه عندها مشاكل كتيره جدا، يمكن انت مثلا مدير منطقه القاهره، المنطقه عندك الحمد لله ماشيه بشكل كويس، لكن باقي المناطق تم تفريغها من مهام عملها صحيح خالص على الاطلاق، عندهم مشاكل بالجمله صح، المناطق لا دور لها على الاطلاق صحيح. بعد ما كانت المناطق دي يعني الذراع اليمين بتاع اتحاد كره القدم المصري، فده لولا زياراتك ولولا جولاتك ما كنتش عرفت ده،
تعرفت من خلال جولاتي دي اللي انا احترمت نفسي واحترمت الجماعه العموميه فيها على كل مشاكل الانديه. كمان كان مهم جدا اعرف نقاط ضعف ونقاط قوه المنافس، لانه زي ما انا قلت في البدايه الراجل ليه علاقات طيبه جدا، راجل ارجو مجلس نواب، ويعني ليه علاقات كمان بالاخوه الزملاء نواب مجلس الشعب. انت عارف احنا شعب بطبيعتنا مجامل يعني، فكان لازم تعرف نقاط الضعف ونقاط القوه. يمكن انا كنت متخيل ان عدد اصواتي ممكن يكون اكثر من كده شويه، لكن مع امبارح او اول امبارح عرفت بالظبط، تاكدنا لما عملنا حساباتنا انه الاصوات اللي ممكن تطير مننا هي حوالي 60 صوت، وده اللي حصل بالظبط. كان عندنا سوء حظ في حوالي 5 أصوات كانوا موجودين، تفضيلاتهم كانت موجوده لكن للاسف ما كانوش مختومين بخدمه مديريه الشباب والرياضه، فتم رفضهم من قبل اللجنه الانتخابيه، وده حقهم تماما. يعني حشيش انت عارفني وعارف طبيعتي من صغري، صحيح، وانا بحترم عملي جدا، مظبوط، بحترم تدريبي لما كنت لعيب، بحترم شغلي لما كنت مدير للمنتخب الوطني او مدير تسويق الاتحاد، وايضا وانا في اتحاد الكوره سواء كعضو او كنائب رئيس الاتحاد. ما خبرات كبيره يا كابتن، والتسويق ده نقطه مهمه جدا، خاصه ان اكبر يعني قضيه بقى لها فتره في اتحاد الكوره، وحضرتك برضو سمعت اراء كتيره فيها بالشكل الاعلامي، واكيد هيبقى ليك راي فيها وانت مسؤول دلوقتي، قصه محمد صلاح والفاكسات اللي رايحه جايه والايميلات والامور، واللي مش عايز يلاقي يعني. احنا ما بنخترعش العجله يا كابتن، الحقوق معروفه، لكن دايما الملف ده في ازمه كبيره. ما فيهوش ازمه ولا حاجه يا هاب، على فكره الملف ده من اسهل الملفات من وجهه نظري. احنا دلوقتي الامور اتغيرت، عندنا بقى عندنا شركه راعيه بروفيشنال محترفه بشكل قوي، بتقدر تدير ملفات بشكل محترم، لها ادوار مهمه جدا في الكره المصريه في الفتره الاخيره، نجحت في 99.9% فيها. ما اعتقدش ان شركه بهذا الحجم يعني بهذه المبالغ اللي بالمليارات اللي بتصرف على الانديه وعلى مسابقه الدوري العام ومسابقه كاس مصر، مش هتبقى عارفه ايه حقوق محمد صلاح وايه اللي ليها. ما هو ده اللي واضح لغايه دلوقتي يا كابتن، يعني ده اللي واضح ان الفاكس يعني الايميلات اللي بتيجي وبتروح، ان القصه لم تحل حتى هذه اللحظه. لا، القصه انا شايف انها في طريقها الحل الصحيح، والامور هديت تماما. ممكن يكون في سوء فهم من مثلا بعض الاطراف او احد الاطراف، لكنه الحفاظ على محمد صلاح ده واجب قومي وضروري جدا. طبعا الحفاظ على حقوق المنتخب الوطني ده واجب قومي وضروري جدا جدا جدا. زي ما قلت لك يا هاب، انا عمري ما هشتغل فردي، هشتغل من خلال مجموعه. ده اكيد واضح. لازم تطلع على الملفات من خلال اتحاد كره القدم المصري وتعرف الدنيا ماشيه ازاي. وانت كده كده في المطبخ يا كابتن، انت عمرك ما بعدت عن المطبخ حتى بعملك الاعلامي، لكن اللي بيسمعنا دلوقتي هيقول لك ايه اللي تغير عند الكابتن احمد شوبير لما كان عنده خلافات مع الشركه الراعيه، دلوقتي بيتكلم كويس على الشركه الراعيه، ايه اللي اتغير؟ اللي اتغير ان انا دلوقتي انا بقيت احد صناع القرار يعني. واحد اثنين، انا طول عمري عندي مقوله لا خلاف دائم ولا صلح دائم. تمام. خلاف بيدوم ولا صلح بيدوم، يعني بتختلف في وجهات النظر لكنه اكيد بنصل الى نقطه اتفاق. احنا اختلفنا خلافات عنيفه جدا، ثم في النهايه وصلنا لنقطه تلاقي، بقى لنا حوالي 7 8 10 شهور الحمد لله. الامور ماشيه بشكل جيد، وانا استضفت الاستاذ محمد كامل في لقاء على الهواء، كان حد طبعا كلها من فضل الله عز وجل. وعلاقتي بالمهندس كان ابريده ايضا استضفته اكثر من مره في مواضيع كثيره جدا، وبالتالي العلاقه قائمه. بيبقى في خلافات في وجهات النظر، لكنه زي ما بقول لك انه احيانا بنتفق واحيانا بنختلف، مش هنفضل مختلفين طول عمرنا. بالظبط. فكان في نقطه للاتفاق، ده امر مهم جدا نقدر ننطلق من خلالها، وده اللي حصل من فضل الله سبحانه وتعالى. اكيد يا كابتن محمد، يعني كلمة بس أخيرة على المستوى الشخصي، أنا عارفها كويس يعني عنك، يعني إن أنت صاحب قرار وما بتسيبش زي بعض الناس المشاكل مع الوقت تتحل بنفسها، أنت بتخوض في المشاكل وصاحب قرار فيها، ودي أهم حاجة يعني أنا عارفها عنك يعني. بص يا محمد، المواجهة مهمة جدا. صحيح. ومواجهة المشاكل ده مهم جدا، ورأيك الواضح على ترابيزة مجلس الإدارة مظبوط مهم جدا جدا جدا، وأوعدك إن ده هيبقى أسلوبي يعني. وأنا متفق برضه مع المهندس هاني أبو ريدة على كده، إن إحنا مش هنأجل حاجة لبكرة، وإن إحنا مش هنمسك عصاية من النص، إحنا هنواجه كل المشاكل اللي قدامنا أيا كانت هي، تكون واضحة جدا جدا. هو تحديدا قال لك في الجلسة يا كابتن، تحديدا قال لك في الجلسه يعني في ناس، بعض الناس مش فاضيه، لكن في واحد عضو شغال معايا على طول، وانت ان شاء الله لما تكون موجود هتكون اضافه كبيره اللي هنسند مع بعض وندير، مستنياك مسؤوليات كبيره. لكن عمل الكابتن شوبير الاعلامي وعمل عدد كبير من اعضاء الاتحاد الاعلامي ده، اكيد الفتره فاتت الناس بقت فاهمه، ما بقاش يشكل العائق الكبير، وانتم بتعرفوا بالظبط تفرقوا بين الوضع ده والوضع ده. هي إيه،
شايف الناس يا إيهاب بتبقى متضايقه انك بتاخد اخبار، مش انا يعني، انه بيبقى في اخبار بتطلع على القنوات، لكن شهاده لله يعني انا شغال انا مع سيف زاهر بقالي فتره طويله، شفتش ان سيف ابدا استغل هذا الامر لصالح شخصي ولا حاجه في البرنامج. عايز اقول لك انه كانت في حاجات كتيره جدا انا عارفها الفتره اللي فاتت، مثلا ماتش اكتوبر الاهلي انا كنت عارفه، بس كنت عارفه في قاعده مع المهندس هاني ابو ريده قبلها بخمس ايام، بس يعني اعتبرت نفسي واحد من اصحاب القرار او من صناع القرار، فقلت مش من الامانه ان انا اقوله، مع ان انا كنت دايما بنفرد بالاخبار على صفحتي او في برنامجي زي ما انت عارف. صح صح، هذا الامر اعتقد دلوقتي الناس تفهمته بشكل جيد، وفي النهايه احنا اعضاء مجلس اداره او بنشتغل، مش بنشتغل عفوا، او احنا في مجلس اداره الاتحاد طول فتره ما احنا موجودين في اجتماعات المجلس، لما بنخرج بنخلع العبايه دي، بنبقى شغلنا اللي بيشتغل دكتور، اللي بيشتغل مهندس، اللي بيشتغل رجل اعمال، اللي بيشتغل اعلامي، دون ابدا اي يعني عايز اقولها مش عارف اجيبها ازاي، لكن دون اي مصلحه شخصيه طبعا، ولا يتعارض. اخيرا طولت عليك، لكن كمسؤول شايف مباراه الترجي والاهلي ازاي؟ مباراه مهمه كبيره جدا، وكنجم من نجوم النادي الاهلي. بص يا هاب، انا طبعا لا اخفيك يعني قلق شديد جدا على اللقاء ده، لان انا كمصري وكاهلاوي بصراحه يعني انا مشتاق جدا لبطوله افريقيا. مش عايز اقول لك السنه اللي فاتت الالم اللي تسبب لي او اللي حصل لي بخسارتنا من الوداد المباراه النهائيه لسه الم واجعني كمصري حتى هذه اللحظه. اشتقت قوي ان انا اشوف الاهلي في كاس العالم للانديه، اشتقت ان انا اشوف كابتن النادي الاهلي وبيرفع كاس ابطال افريقيا ابطال الدوري العام. مباراه صعبه جدا، فريق الترجي فريق لا يستهان به، فريق محترم، رغم ان عنده تغيير الكابتن خالد بن يحيى المدير الفني، لكن عندهم حته حماس. صحيح ما كانوش موفقين امام برنارد القص الانجولي زي ما احنا ما كناش موفقين في لقاء العوده امام وفاق الصيف. انا بتمنى ان احنا نحسم اللقاء ده من مباراه الذهاب هنا في برج العرب. عايز اقول لك انه انا لحد دلوقتي مثلا قد ايه من الناس مكلمني عايزين تذاكر للقاء، الاقبال حلو. ده قصه بقى، موضوع التذاكر ده طبعا مسانده جدا جدا جدا، وبالتالي انا بتمنى من لعيبه النادي الاهلي انه يحسموا لنا مباراه الذهاب. الفوز بهدفين هيحسم لك تماما الموضوع هناك، اقل من كده اي نتيجه غير كده هتدخلنا في دوامه هناك. وقصه انا عجبني جدا تطريح كابتن محمد يوسف قصه الكعب العالي في رادس دي، عايزين ننساها لانه في النهايه دي كره قدم. اشكرك كابتن احمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكوره ونجمنا الكبير، ومبروك، الف مبروك يا كابتن. طبعا داخل انا انت وانت داخل حتى انت سبقته واتكلمت طبعا، ما اقدرش يعني اسيب دي، لان طبعا يعني احمد اساسا ابن من ابناء النادي الاهلي، احنا بنفتخر بابناء النادي الاهلي ما بيقوا في المنصب طبعا الكبيره في الكوره. هو جدير الحقيقه بالمنصب ده، وان شاء الله يعني احنا عشان انا كمان جوه يعني المنظومه بتاع اتحاد الكوره، ففي حاجات كتيره جدا انا ان شاء الله باذن الله امل ان الكابتن احمد شوبير يحلها ان شاء الله لمصلحه الكره المصريه. يعني شوف هو كمان قدم برنامجه بتاع الاذاعه الصبح شويه، هيجي لكم من بدري الاتحاد بالظبط، هو راجل مرتب جدا خالص. وفعلا جاي عامل وقت كبير للاتحاد، وبعض الامور الكتيره هيعمل فيها شغل كويس. عنده ميزه كبيره قوي، هو مجتهد في كل حاجه يخش فيها، واي حاجه بيخش فيها بيبقى عايز ينجح، والحمد لله دايما عشان هو مجتهد ربنا بيكرمه. يعني كابتن محمد حشيش نجمنا الكبير ونجم النادي الاهلي بقى، وكان ممثلنا في الدوري التونسي. طبعا الوقت بيعدي معاك سريعا، لو حابب تقول اي حاجه قبل ما اشكر حضرتك. انا بس بتمنى التوفيق لفرقه النادي الاهلي في المباراه الاولانيه، وزي ما قلت يمكن احمد شوبير اكد على الموضوع ده، المباراه من هنا هي المفتاح للبطوله الافريقيه، لازم اكسب كويس عشان بنعيد برضو كلام الكابتن محمد يوسف في الكعب العالي، وان احنا كل مره وبنكسبهم في رادس، لا الكلام ده مش مظبوط. الاجتهاد والتركيز، الجمهور الكبير، استغلال كل الاوراق الرابحه من جمهور مالي الاستاد، من لعيبه مركزه، من اوراق رابحه جوه فرقه النادي الاهلي، ان شاء الله نعمل مباراه كويسه ونتيجه كويسه تطمننا في المباراه الثانيه ان شاء الله، ونحرز البطوله باذن الله. شكرا كابتن حشيش. ان شاء الله، شكرا. فقره مميزه جدا مع نجم كبير الكابتن محمد حشيش، كل جماهير النادي الاهلي، المنظومه الاعلاميه المصريه والرياضيه
الكل يستعد لدعم النادي الاهلي ممثل الكره المصريه في النهائي الافريقي المرتقب امام فريق محترم وفريق الترجي. دي كانت الفقره الاولى، الفقره الثانيه فقره مميزه جدا، امير في امير، امير هشام والكابتن امير عبد الحميد بعد الفاصل. مستمرين معاكم مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بشكر في البدايه طبعا زميلي العزيز الاستاذ ايهاب الخطيب على الفقره الحواريه الاولى مع الكابتن محمد حشيش، وكانت اكيد فقره مهمه جدا، لكن ايضا معانا فقره مهمه للغايه مع احد نجوم النادي الاهلي السابقين واللي ساهموا في العديد والعديد من البطولات داخل القلعه الحمراء وبالتحديد البطولات الافريقيه كمان. كابتن امير عبد الحميد مساء الفل عليك، برحب بيك. مساء الخير يا امير، وشكرا على التقديمه الحلوه دي، وان شاء الله يبقى لقاء كويس، وانا سعيد جدا انا في بيتي ومعاك اكيد. احنا اسعد طبعا، وده اكيد بيتك. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طبعا يعني الحديث الاساسي هيكون على مباراه الاهلي والترجي وذهاب دور النهائي، وانت اكيد راجل عندك خبرات افريقيه كبيره جدا مع مختلف الانديه وبتحديد النادي الاهلي، وساهمت في عديد من البطولات مع الفريق. رؤيتك او كيف ترى هذه المباراه، مباراه الاهلي والترجي وتحديد مباراه الذهاب؟ بص، هو طبعا البطوله طبعا بطوله صعبه جدا، كل اللعيبه وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره وكل الناس مستنيه بطوله زي دي لكذا سبب، منها ان انت بتزود للسي في النادي الاهلي بطوله كبيره، بترجع تاني لكاس العالم للانديه، العالم كله بيتفرج على كاس العالم للانديه، فبطوله صعبه وبطوله قويه، وخصوصا ان انت كان في النادي الاهلي في البدايه كان في تعثر كبير جدا. بالظبط، البدايه ما كانتش موفقه شويه. البدايه ما كانتش موفقه، حتى يمكن انا كنت في بعض البرامج فاتسالت ان النادي الاهلي هيكمل، قلت له ما هيكمل وياخد البطوله ان شاء الله. ان شاء الله. لان انا عارف كويس قوي، انا لعبت في النادي الاهلي وعارف يعني ايه ان انت النادي الاهلي عمره ما او لعبت النادي الاهلي عمرها ما بتبقى مثلا عندها يعني احساس بان هي خلاص بترمي الفوطه زي ما بيقولوا، ما بيفقدوش الامل يعني. لا دايما عندهم حماس، دايما عندهم حافز، بتلعب على المكسب على طول، بتلعب التارجت بتاعك ان انت بطوله مش ان انت تكسب ماتش بس. فاللعيبه اكيد كان في تعثر في البدايه، لكن الامور اتلمت تاني بمساعده مجلس الاداره، اللعيبه، امكانيات اللعيبه اللي موجوده، مدرب جديد، روح جديده، اكيد ده جاب على الفريق، والحمد لله اللعيبه والجهاز الفني وصلوا النهارده فاينل. بطوله صعبه، بطوله قويه، وتعرف لاعب النادي الاهلي لما بيوصل الفاينل اكيد بيلعب التارجت بتاعه بان هو ياخد البطوله ويكسب، لكن اللي انا عايز اقوله ان المباراه صعبه. فريق الترجي فريق كبير اكيد طبعا، فريق قوي جدا، ليه اسم في افريقيا جامد جدا، في نفس الوقت انت عندك الماتش الاولاني هنا في القاهره، فلازم تكسب على الاقل هدفين، لان طبعا الماتش هناك بيبقى صعب جدا. تكسب هدفين ولا الاهم انك ما يدخلش فيك هدف؟ لا، ان انا اكسب حتى لو هيدخل فيا هدف؟ لا يعني كل ما يدخل هي معادله صعبه، او يعني طبعا كلنا نتمنى اثنين وثلاثه يا رب يعني، لكن اعتقد من ضمن الحاجات المهمه جدا ان انت ما تستقبلش هدف على ارضك يعني ما اكسبش 2-1، ما اكسبش 3-2، ما اكسبش 3-1، الحاجات دي لا. ليه؟ الماتش هناك صعب، لان انا لعبت في الاجواء دي قبل كده طبعا، ومش عايز نغمه راديس بقى واحنا حظنا كويس على فريق الترجي، ان طبعا الكوره فيها متغيرات كتيره جدا اكيد. وعلى فكره ده دافع اساسي بالنسبه لهم، ان النادي الاهلي دايما بيكسبهم هناك وبيعمل نتائج ايجابيه، فاكيد عندهم دافع المره دي اقوى. هم عايزين يثبتوا العكس ويكسبوا بطوله مره واحده. وبعدين تقريبا هم عندهم كمان المقاويه داخله كمان شهر او حاجه، فهم عايزين ياخدوا بطوله يفتتحوا بيها المقاويه ويحتفلوا بيها، لكن وعارفين قيمه النادي الاهلي، واحنا كمان عارفين قيمه الترجي، وده اللي لازم يوصل للعيبه عندنا. الماتش هيبقى صعب، انا لعبت في الاجواء دي هناك، ماتش الصفاقسي بهدف ابو تريكا، لعبت ماتش الاجواء بتاعت الماتش ده بالذات اكيد كانت تحفه يعني. طبعا الاجواء في تونس يعني صعبه، لا وخصوصا ماتش ببطوله زي بطوله 2006 دي، كانت بطوله صعبه جدا، وكان انتم مسافرين والناس كلها يعني قالت خلاص الاهلي خسر البطوله من القاهره بعد تعادل 1-1، فاعتقد كانت اجواء بالنسبه لكم ما تتنسيش يعني خالص، وخصوصا ان انت كنت كسبان 1-0 وبعدين اتعادلوا معانا 1-1، فالناس قالت خلاص. وانت عارف شمال افريقيا او تونس عامه والجزائر والمغرب
شمال افريقيا دايما عندهم حته كده ان هم بيعرفوا يلعبوك شويه نفسيا بالظبط، تضيع الوقت بقى في الاستفزاز والحاجات دي كلها. فلكن انا عايز اقول النادي الاهلي نادي كبير باللعيبه بالجهاز بجمهور، طبعا جمهور النادي الاهلي اكيد هيروح ورا النادي الاهلي، لكن انا عايز اقول ان انت هنا لازم على الاقل ان انت تجيب هدفين، ما يدخلش فيك اهداف، لان الماتشات هناك صعبه جدا جدا، الاجواء هناك صعبه جدا طبعا. يعني حضرتك بتكلمني على ماتش الصفاقسي، كنا احنا كاسبين تعادلنا 1-1 وماتش خلاص في الدقيقه كام، في الدقيقه 90 او 89 انت بتجيب هدف، يعني فرحه كبيره جدا. هدف ابو تريكه قصدك؟ اه هدف ابو تريكه ماتش 90 كمان وبعدين خدت وقت اضافي 3 4 دقائق، فكنت انت على يعني على اعصابك. فاللي انا عايز اقوله ان انت هنا ان شاء الله يا رب باذن الله ان احنا نجيب هدفين، اعتقد ده مينيمم، يعني ان انت تجيب هدفين على الاقل، ان انت بحيث ان انت هناك وارد ان يدخل فيك جول، وارد ان انت يدخل فيك جولين على الاقل، لو وعندك فرصه انك تجيب جول هناك طبعا. ففرصه 2-0 اعتقد ان شاء الله تبقى كويسه، واتمنى اللعيبه تكون مركزه، اتمنى ان الجمهور يكون، وده مش هتمنى الجمهور كده كده هيساند اللعيبه ويساند الجهاز الفني كلنا ورا النادي الاهلي، سواء لعيبه او ناس لعبت في النادي الاهلي او اعلام او اي حاجه، لازم الناس تقف جنب النادي الاهلي، النادي الاهلي بيمثل مصر. فان شاء الله باذن الله بطوله، ان شاء الله يا رب بطوله صعبه، لكن ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي قادره انها تحوز البطوله ان شاء الله. تمام، كنت بتتكلم معايا عن تعامل لاعبي شمال افريقيا مع المصريين في المباريات دي بالتحديد من الناحيه النفسيه، ويمكن قبل مستر مانويل جوزيه ما يجي، وانت كنت متواجد طبعا فترات كبيره جدا مع مستر مانويل جوزيه، كان دايما كعبهم عالي علينا شمال افريقيا بشكل عام، بس مش تونس. مستر مانويل جوزيه كسر الحته دي ازاي في مصر؟ لان هو فعلا هو اللي كان يعني صاحب ان النادي الاهلي يقدر يفوز بره ارضه هناك في شمال افريقيا، وكانت حاجه صعبه بالنسبه لنا شويه. كان بيتكلم معاك انتوا كلاعيبه في الوقت ده، كان بيقول لكم ايه؟ بص، هو انا فاكر ماتش الترجي 0-0 كان موجود في، كنا بنلعب في النادي في استاد القاهره، تعادلنا 0-0. ده كان سنه كام ده؟ 2001 صح؟ 2001 بعد مباراه العوده لما كان سيد جاب جون هناك عالمي، فتعادلنا 0-0. هم فرحوا جدا واحنا كنا متضايقين جدا، وكانوا دخلوا فرحوا وقالوا خلاص احنا خدنا البطوله. فمستر مانويل جوزيه راح لهم بنفسه وراح مزعق، قال لهم انا هوريكم ازاي هناك هنعمل فيكم ايه. هو قدر لان هو كان عنده شخصيه قويه جدا، وكان عنده مسانده كبيره من جمهور النادي الاهلي ومن مجلس الاداره، فكان وعنده شخصيه اصلا، وبيعرف يتعامل في الحته النفسيه دي كويس قوي وعارف. والموقف ده اعتقد اتكرر في 2006 مع الصفاقسي برضه، الصفاقسي 1-1. فراح لهم انا هوريكم هناك احنا هنعمل ايه. دخل الاوضه، هم فوجئوا، دخل عليهم الاوضه قال لهم انا هناك انا هكسبكم. في اول اعتقد ان في اول دي لقطات في اول خمس دقائق بالتحديد، كمان جون كابتن سيد حفيظ اعتقد دخل فينا جول في اول خمس دقائق 10 دقائق حاجه كده. ده الجول، جون عالمي بصراحه. يمكن الكابتن سيد كمان كان لسه راجع من اصابه، والصدفه الغريبه ان هو دي بشكل عام كابتن سيد كان متالق قوي، حتى في امام سان داونز في النهائي جاب جون برده في مباراه. خد بالك هو كان راجع من اصابه لسه. يعني بص انا نزلت له الملعب، لان انا كنت هو كان قاعد معايا في الاوضه كابتن سيد، وبعدين كان معاك في الاوضه ساعتها، كان معايا في الاوضه مستر مانويل ساعتها. خد بالك برده يعني انا راجل غريب جدا صراحه، عنده خبرات غريبه وعنده رؤيه كويسه. افتكر ان كابتن سيد حفيظ، موقف كابتن سيد حفيظ موقف احمد فتحي بعد الاصابه. كابتن سيد حفيظ جه في مره كان هو راجع من صليبي، وبعدين ما لعبش ولا ماتش ودي خالص وخدوا تونس. فكابتن سيد كان معايا في الاوضه، فقال لي اللي هو الماتش اللي احنا كنا بنشوفه اللي احنا شايفين ده. فقال لي انت شايف هبقى اكيد بره السكور. قلت له بص، مع مستر مانويل ما تتوقعش اي حاجه، ممكن يحطك وتلعب. قال لي لا صعب قوي. فالمهم لما لقى نفسه في السكور فخدني كده وقال لي، قال لي يا امير شكل كلامك كده ايه هيبقى مظبوط. قلت له يا كابتن ان شاء الله لو نزلت، ده لو نزلت احنا مش هنعمل ايه، لو نزلت ان شاء الله ربنا يكرمك في الماتش. فعلا نزل، اعتقد في الاخر اخر شويه كده، اخر كام دقيقه، ربع ساعه 10 دقائق حاجه كده، فنزل جابوا الجول. هو كان بيجري، كان جاي لي، جاي لك انت عشان فنزلت له الملعب، كانت فرحه غريبه جدا. ماتش القطن الكاميروني كان احمد فتحي كان جاي من وتر اكيلس بالظبط، كان مصاب ما لعبش ولا ماتش ودي. الناس كلها قالت ان هو هيبقى بره السكور، قال له انت مسافر معايا، سافر. قال له طب انا خد جزء من الماتش ساعتها، قال له انت هتيجي ومش لازم تلعب. ففوجئ فتحي ان هو موجود في السكور، نزل خد جزء من الماتش. قال له انزل استمتع والعب. كان ساعتها فتحي لسه راجع من اصابه، لعب في نص الملعب ما لعبش باك رايت بالظبط. وبركات لعب ناحيه اليمين، مش كده بركات لما عدى في الكوره دي عمل البنالتي وكسبنا وتعادلنا وخدنا بطوله. فمستر مانويل عنده خبرات وبيعرف يتعامل على العامل النفسي كويس جدا،
وكسر الحته بالذات بتاعه عقده شمال افريقيا كانت عندنا سواء منتخبات او انديه. مستر مانو جوزيه هو اللي كسر الحته دي، فعايز اعرف كان بيقول لكم ايه في التوقيت ده بالذات. انت عارف يا امير ماتش النجم الساحلي اللي خسرنا فيه هنا 3 كان يوم صعب بصراحه، يوم صعب. عارف احنا لعبنا هناك تعادلنا 0-0. المدرب بتاع النجم الساحلي انا فاكر لاعب زون ديفنس، ما راحش ولا هجمه على الحضري ولا هجمه، الكره ما راحتش اصلا. قال لهم بصوا خلي النادي الاهلي يلعب علينا جول مشترك زي ما بيقولوا، خليه مستحواذ بس علينا احنا هندافع وهم يلعبوا، مفيش ولا هجمه راحت على الحضري. مستر مانويل بعد الماتش الناس اصلا جمهور النجم الساحلي مشيوا يعني مشيت من المدرج، فمستر مانويل قال لهم بصوا دي خطه لان انا عارف الراجل ده هيجي هنا يهاجمني هنا. احنا كان حظنا واحد بس ان الكابتن عماد النحاس يعني كان مدرك للسيناريو اللي كان هيحصل. بس الصدفه الغريبه ان الكابتن عماد النحاس اتطرد بعد ما جاب الجول، فالدنيا فتحت فما قدرش، كانت الامور بقت صعبه جدا. كان حظهم حلو الشرميتي كان جاب جولين بالظبط، كان متالق في المباراه فهو عنده رؤيه كبيره جدا. نقلنا احنا نقله كبيره جدا. انت وصلت كاس العالم كذا مره في عهده، خدت بطوله افريقيا وسوبر افريقي كذا مره، ويعني هو علمنا ازاي تبقى ملتزم وان انت لاخر نفس لازم تشارك ولازم يبقى هدفك ان انت تكسب اي مباراه. في مره كسبنا الترجي التونسي هنا 3-0، نزل دخل زعق لنا جامد جدا، ما احنا كسبانين ليه؟ عشان احنا عارف ان احنا ممكن نروح هناك ممكن حد يبقى مش مركز او حاجه فالدنيا تبوظ، فهو بيلحقك من هنا. هو بيعرف يتعامل نفسيا كويس قوي. طبعا عنده خبرات كبيره جدا. طيب خلينا في النهارده واستعدادات النادي الاهلي للمباراه، وبالتحديد معايا يعني لعيب خبره كبيره جدا زي كابتن امير عبد الحميد وحارس مرمى كبير. رؤيتك لحراسه المرمى سواء في النادي الاهلي او في نادي الترجي. النادي الاهلي الفتره اللي فاتت يعني شفنا اصابه محمد الشناوي، اشتراك شريف اكرامي، عوده محمد الشناوي النهارده للتدريبات ان هو يتمرن في التدريبات الجماعيه بشكل عادي مع الفريق. رؤيتك لحراسه المرمى بالتحديد والنصايح اللي انت تقولها لحارس مرمى النادي الاهلي الاول في مباراه الترجي ان شاء الله. بص انا بالنسبه لي مش فارق مين اللي هيلعب. يعني انا بالنسبه لي شريف حارس كبير وخبره كبيره جدا، والشناوي نفس الموضوع. انت خد بالك لما انت كان شريف اكرامي كان بيلعب كنت بتبقى انت قلقان لو حصل حاجه لشريف. النهارده انت عارف الكوره فيها متغيرات دايما. بالظبط. النهارده الشناوي هو اللي بيلعب، فلو حصل حاجه لا قدر الله اصابه او وقف عندك حارس عنده خبرات عظيمه زي شريف اكرامي برضه. بالظبط. علي لطفي من حراس مرمى مميزين موجود، لو في اي وقت هيلعب وهيشارك هيبقى كويس. فانا شايف ان حراسه المرمى ما فيهاش مشكله خالص بالنسبه للنادي الاهلي سواء شريف لعب او الشناوي او علي لطفي. رغم ان علي يعني بعيد بقاله فتره كبيره جدا وشارك في بعض الماتشات، لكن تعرف حارس مرمى النادي الاهلي لما بيلعب خلاص يعني لازم يقدم مسؤوليه، وطبيعي ان هو لو مش قد المسؤوليه مش موجود في النادي الاهلي. فانا شايف ان الشناوي طبعا بيمر بثقه كبيره جدا، راجل لعب كاس العالم ولعب افريقيا وكمل في البطوله، ووجوده مهم جدا. شريف اكرامي وجوده مهم جدا، لكن خلينا واقعيين، النهارده الشناوي كان مستمر الفتره الاخيره. بالظبط. بص انا فنيا بالنسبه لي مش هتفرق. فنيا لكن نفسيا بالنسبه لبعض الناس في سي في ان شريف ماتش الفاينل والترجي وما كانش موفق في بعض الماتشات. انا مش عايز الناس تمشي في الحته دي. انا النهارده لو شريف لعب هو اللي هيكسبك البطوله. طبيعي يا كابتن امير ان يكون في حارس مرمى مش موفق في فتره من الفترات، يعني مثلا الفتره اللي فاتت الشناوي كان بيلعب في كاس العالم وكان مكسر الدنيا، وقبليها مع النادي الاهلي في بطوله في اكثر من بطوله، ولما رجع كمان كمل بطوله دوري ابطال افريقيا وكان بيأدي بشكل جيد. ممكن بعض الاخطاء بتحصل الناس بتتناول الاخطاء دي بشكل يمكن سيء شويه. الماتش اللي فات لما شريف شارك الناس برضو انتقدت شويه شريف. مش طبيعي ان يبقى في الحراس بالتحديد ممكن ما يكونوش موفقين لفتره، لكن ده ما يقللش من قيمتهم الفنيه بشكل كبير. بص احنا في مركز صعب جدا. طبعا صعب جدا رغم ان احنا بنبقى مستمتعين. لازم الناس تتفهم الجزئيه دي يعني. انت مين كان نجم المباراه هناك في ماتش وفاق سطيف؟ كان من ضمن الناس اللي كانت مميزه كان محمد الشناوي. لكن الناس فاكره الخطا مش فاكره ان هو عمل ايه في ال 90 دقيقه. تمام. فالمركز بتاعنا ده مركز صعب جدا، لازم تكون مركز 90 دقيقه ما بتعرفش تستمتع خالص، لان انت عليك ضغط عصبي غير طبيعي طول الماتشات، وخصوصا ان انت بتلعب في النادي الاهلي. بالظبط. فلازم تكون مركز 90 دقيقه محسوب عليك كل حاجه. فشريف قبل كده جاب لنا بطولات مع النادي الاهلي واسم كبير وخبره ولعب منتخب ولعب دولي. كان بعيد الفتره الاخيره، لكن انا شريف عارف ان هو ممكن هيرجع بالتناوب مع محمد الشناوي، لكن يعني شريف لما يجي له فرصه كويسه هيلعب يبقى كويس. لما يجي لمحمد الشناوي فرصه هو كده كده مستمر، وعلي نفس الموضوع. وده اللي احنا
مرينا بيه كلنا كحراس مرمى في النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان يكون اللي هيلعب سواء شريف او محمد شناوي يكون مركز 90 دقيقه، يعني عليه عامل نفسي كبير جدا جدا لان الماتش الاولاني عندك، فلازم تبقى مركز، ما ينفعش يدخل فيك اهداف هناك، هيبقى عليك ضغط عصبي كبير جدا. فان شاء الله باذن الله اللي هيلعب هيبقى ليه دور كبير جدا في ان جبنا البطوله باذن الله يا رب ان شاء الله. طب قبل ما نروح نتكلم عن حراسه المرمى في الترجي والاقرب ان هو يكون متواجد في التشكيله الاساسيه لفريق الترجي، خلينا نروح نشوف التقرير الصوتي ده طبعا عن البطوله الثانيه في تاريخ النادي الاهلي من حيث بطولات دوري ابطال افريقيا. تقرير صوتي نروح نشوفه ونرجع مره ثانيه. بعد الفوز باللقب الأول في دوري الأبطال عام 1982 تأخر اللقب الثاني قليلا، لكن الأهلي كان في مهمة أخرى، فبعد خسارة اللقب في نهائي عام 1983 تحول الأهلي للعب في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس. استطاع لاعبوه الفوز بالبطولة ثلاثة أعوام متتالية 84. مصطفى عبده برجله الشمال ومجد عبد الرحمن جول قنبلة و85 والخطيب يا جول يا سلام حلوة أتعد علاء الخطيب زياد ياسر الجول الثاني الجول الثاني زكريا ناصر 86 جوه جول جوه جول حلوة لمصطفى عبده جميلة وبالعرض هو الجول الثاني الجول الثاني صاير أبو زيد احتفظ بكأسها مدى الحياة في إنجاز لم ولن يحققه غيره. عاد الأهلي للعب في دوري الأبطال عام 1987 بدأ مشواره بالفوز على الفهود السود بطل رواندا برباعية نظيفة في القاهرة قبل أن يتعادل في كيجالي بهدف لمثله. في دور 16 التقى الأهلي مع فريق ليوبارد الكيني وفاز بستة أهداف نظيفة، وخسر في نيروبي بهدف مقابل هدفين ليصعد لدور الثمانية. كانت جولة دور الثمانية صعبة، فبعد الخسارة أمام أفريكا سبور الإيفواري في أبيجان بهدفين نظيفين كان على الأهلي تعويض الخسارة بالقاهرة ليمر الوقت على جمهور الأهلي عصيبا. فالمتبقي من المباراة دقائق والأهلي متقدم بهدف وحيد، وأجواء الخروج من البطولة كانت قريبة. علياء لكن الهدف الثاني جاء ليحتكم الفريقان لضربات الترجيح. وليصعد الأهلي ليلاقي كوتوكو الذي أخرج الزمالك من البطولة بالفوز في كوماسي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد. في نصف النهائي فاز الأهلي على كوتوكو بالقاهرة بهدفين نظيفين. روكسون أحمد روكسون وخسر في كوماسي بهدف ليصعد للمباراة النهائية وليقابل الهلال السوداني. في الخرطوم تعادل الفريقان من دون أهداف، وفي القاهرة فاز الأهلي بهدفين نظيفين. ليفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، كان هداف الفريق برصيد خمسة أهداف نجمه الكبير محمود الخطيب الذي أعلن اعتزاله بعد المباراة، يليه أيمن شوقي برصيد ثلاثة أهداف. طبعا
تقرير اكثر من رائع. نتمنى ان شاء الله ان يكون النهائي الافريقي باذن الله فرحه جديده للنادي الاهلي هذا الموسم، واضافه النجمه التاسعه كمان في دولاب بطولات النادي الاهلي. كابتن امير، كنا بنتكلم عن حراسه المرمى بالتحديد وخلصنا الكلام على حراسه المرمى في النادي الاهلي، لكن في المقابل عندك حراسه المرمى في الترجي واللي جددوا ثقه في رامي الجريدي. لو انت اتفرجت على المباراه الاخيره بالتحديد لاول اغسطس مع الترجي، غلط اخطاء بصراحه صعبه جدا، وكان منها الهدف الثالث اللي ما اتحسبش، ما اعرفش ما اتحسبش ليه. طيب قبل ما نتكلم في الجزئيه دي هروح بس بسرعه اخد كابتن شريف او كابتن رؤوف عبد القادر طبعا مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي. يا كابتن رؤوف مساء الفل عليك. مساء الخير يا كابتن امير، اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله 100 100. بحييك وبحيي كابتن امير معاك. اهلا بيك. طبعا في البدايه يعني عايز ابارك لك على اعتماد لائحه النشاط الاساسي من قبل مجلس اداره النادي الاهلي، وده اكيد كان شيء مهم جدا في اجتماع مجلس اداره النادي الاهلي الاخير، وبالتالي اكيد في امور كتير هتكون مهمه ومفيده بالنسبه لكم خلال المرحله المقبله. كابتن رؤوف، يعني الحقيقه طبعا الاعتماد امبارح يمكن نهايه رحله طويله خدت ما بين حوالي 5 لـ6 شهور. اعداد اللائحه ما كانش موضوع سهل طبعا. بديناه بخطوات ان احنا يعني الفرق الرياضيه كلها المديرين الفنيين ورؤساء الاجهزه بعتنا لهم، كان في لائحه موجوده او احنا ما بنسميهاش لائحه حقيقيه، احنا بنسميها القواعد العامه المنظمه للعمل لاداره النشاط الرياضي، لان لا يجوز ان النادي يكون ليه اي لائحه غير اللائحه الاساسيه اللي احنا اعتمدناها في الجمعيه العموميه اللي فاتت دي طبعا. فبالتالي اللي احنا بنسميها طبعا القواعد العامه. تمام. في القواعد العامه اللي هي كانت سابقه، كل الاجهزه الفنيه المديرين الفنيين ورؤساء الاجهزه عملوا لنا الملاحظات اللي على اللائحه القديمه. نرجع نغلط تاني ونقول اللائحه، واخد بالك؟ مش مشكله مش مشكله، اتفضل. جمعنا هذه الملاحظات كلها وفلترناها وابتدينا العمل. الحقيقه لازم اذكر اعضاء اللجنه اللي كانت مكلفه بهذا الملف طبعا باعداد هذه القواعد. نائب رئيس النادي معالي الوزير العام فاروق، واخويا الدكتور سامح حمدي، بالاضافه ليا انا. يعني احنا الثلاثه بصفه اساسيه معانا طبعا المدير المالي الاستاذ عماد حلمي، ومدير المراجعه الاستاذ طارق. تمام. بالاضافه الى اداره النشاط الرياضي المتمثله في النائب دكتور ياسر مصير والدكتور ياسر عبد العالي. اول حاجه عايز اقول ان تعتبر اللائحه يعني نقله نوعيه، لان يعني كان في اكثر من لوائح سابقه على مدار السنين، يمكن دي اختلفت شويه. ليه؟ اختلفت في طريقه العرض، طريقه التنظيم بتاعها. تمام. من ناحيه اللائحه كاخراج يعني، وتقسمت لفصول، يعني بقى في فارس وفصول وابواب، وبالتالي خصصت لكل حاجه باب معين. ابتديناها لاول مره ان احنا نحط الهياكل التنظيميه لاداره النشاط الرياضي بالكامل وللاجهزه الفنيه، يعني كل جهاز الهيكله بتاعته، يعني ابتداء من مدير الجهاز او رئيس الجهاز او مدير فني، انتهاء ل يعني اصغر عامل موجود في الجهاز. تمام. بعد كده حصل توصيف للوظائف، بمعنى كل وظيفه موجوده سواء في الاجهزه الفنيه او النشاط الرياضي يتم توظيفها والشروط الواجب توفرها والواجبات بتاعتها. بعد كده انتقلنا للاجزاء الماليه اللي تخص كل صغيره وكبيره بخصوص المرتبات، بخصوص المكافئات، بخصوص الخصومات، بخصوص العقود. تمام. كان باب طويل جدا يشمل برضه كل صغيره وكبيره بالنسبه لعقود جميع اللاعبين واللاعبات. يمكن اللائحه الجديده شملت فئات كثيره لم يكن لها عقود في السابق. اتكلمنا برضه
في الأكاديميات والمدارس. أول مرة استحدثنا بجانب الأكاديميات الخاصة بالنادي اللي هي داخل أسوار النادي اللي بتخدم أعضاء النادي. انطلقنا بإذن الله لعمل أكاديميات خارج أسوار النادي. ده أعتقد شيء مهم جدا يعني هيعود بالإضافة على النادي، وخصوصا ممكن من خلال الأكاديميات دي تقدر تضم عناصر جديدة للنشاط الرياضي يا كابتن روح. أكيد طبعا ده بالإضافة يعني يبقى تواجد النادي في جميع محافظات مصر بإذن تمام. الله. ده بالإضافة إن يمكن اللوائح السابقة كانت بتبقى شاملة، يعني بتبقى شاملة جميع الألعاب، لكن يمكن إحنا عملنا فصل لكل لعبة ليها ظروفها الخاصة. حكاية ألعاب المضرب اتقسمت الثلاثة بكل تنس طاولة وتنس وسكواش، كل لعبة من دول كان ليها نصيب لوحدها بلائحة خاصة بيها لظروفها. الألعاب الأخرى الجماعية، ألعاب الماء والألعاب الفردية الأخرى تمام. الحقيقه مجهود كبير جدا، مجهود كبير بصراحه يا كابتن رؤوف، ودايما بنتمنى لكم كل التوفيق ان شاء الله خلال المراحل المقبله. اكيد كان شيء مهم جدا ان احنا نطمن من كابتن رؤوف عبد القادر، بشكره طبعا شكرا جزيلا مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، وكمان بعد اعتماد اللائحه الخاصه او قواعد والاسس الخاصه بالنشاط الرياضي داخل النادي الاهلي. ده كان شيء مهم جدا. معلش يا كابتن امير، كان لازم نتطرق لهذه الجزئيه، لكن نكمل حديثنا ان شاء الله عن فريق الترجي بالتحديد وعن حراسه المرمى. رامي الجريدي غلط اخطاء فادحه بصراحه خلال المباراه الماضيه امام فريق اول اغسطس الانجولي، ويمكن كان يكلفهم ان هم يخرجوا من البطوله. في المعز بن شريفيه لاعب عنده خبرات وموهبه كمان في حراسه المرمى، الجهاز الفني مؤخرا اعلن ان هو هيجدد الثقه في رامي الجريدي في مباراتي النهائي. شايف الجزئيه دي بالتحديد في لفريق الترجي التونسي ازاي؟ ده حته نفسيه كمان، نفسيه بن شريفيه موهوب من حراسه انا بحبهم جدا، لكن الحته النفسيه ان هو حظه مش كويس مع النادي الاهلي. بالظبط، ما بيلعب ضد النادي الاهلي، الاهلي بيكسب على طول، فهم عايزين يلعبوا في الحته دي. خلي بالك في المقابل رامي الجريدي يمكن يعني مستواه مهزوز جدا الفتره الاخيره كمان، ما هي برده معادله صعبه. معادله صعبه، هم 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 داخلين على فاينل ضد النادي الاهلي، واللي كان بيلعب بن شريفيه فقال لك ان احنا نجرب ده بحيث ان هو يبقى ياخد ثقه ويلعب ضد النادي الاهلي، مش يلعب بن شريفيه. فهو كان مهزوز، ما كانش موافق. هم دلوقتي عمالين محتارين، طب بن شريفيه حارس دولي وعنده وموهبه ولعب ضد النادي الاهلي كتير، طب الحته الثانيه هو دخل فيه جوال وخسر ضد النادي الاهلي، فهم دلوقتي في حيره. لكن مش عايزين ننساق ورا الكلام ده، احنا النادي الاهلي اي بيلعب مركزين في فرقتنا، لكن هو كان امر مهم برضه لازم نتطرق ليه. يعني ما هو حته نفسيه برضه، خد بالك من الحته اللي هم بيلعبوا عليها دي، ان هم بن شريفيه شايفين ان هو كان بيلعب ضد النادي الاهلي كتير، حارس مرمى كويس وموهوب ودولي. طب لما يكون حارس الفتره الاخيره زي رامي الجريدي مش موفق بشكل كبير، انت تنصح لاعبي النادي الاهلي بايه في الماتشات دي بالتحديد؟ لما يكون الحارس مش عنده ثقه كبيره في نفسه، خصوصا في خلال الفتره الاخيره وهيلعب مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، اللاعبين مثلا اللي هيشاركوا امام النادي الترجي بتحديد رامي الجريدي، تنصحهم بايه؟ بالتصويب على المرمى مثلا، تنصحهم بايه مثلا في المباراه دي؟ بص يا امير، زي ما قلت في البدايه ان انت الكوره فيها متغيرات كتيره جدا. النهارده ممكن يكون الحارس ده مش موفق الماتش الاخير وكان مهزوز، ممكن يجي قدام النادي الاهلي يبقى نجم المباراه، وتلاقيه مش عارفين نجيب فيه جول، يقول لك يا ريتنا ما كان لاعب. فالقصه كلها انا بتكلم على الفريق، انا كنادي اهلي، النادي الاهلي سواء بيلعب بقى بن شرفيه، بيلعب شكري الواعر، بيلعب اي حد بالزبط. هو النادي الاهلي ولعبه النادي الاهلي هم كل الناس مركزه، كل واحد مركز في مركزه، الهجوم مركز ان هو يجيب جول للنادي الاهلي، الدفاع لازم يبقى في تركيز اكتر، لازم يبقى في كلام كتير، ولازم يبقى في تناسق مع بعض، لازم يبقى فيش مساحات واسعه. كل ده لازم اكيد المدير الفني هيتكلم مع اللعيبه، اللعيبه كلها بطوله، انت بتتكلم في كانت بطوله بعيده شويه في البدايه، كان في تعثر في البدايه، لكن انت النهارده بتلعب فاينل، وده التارجت اللي متعودين عليه في النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، واي حد يلبس تيشيرت النادي الاهلي لازم يبقى عنده حماس، ولازم يبقى عنده غيره على النادي، ولازم يبقى عارف ان هو محطوط تحت سبوت ان هو لازم يكسب، مش مباراه بس، التارجت بتاعه. فالنهارده الحمد لله احنا نوصل فاينل،